مساء الخير، مساء الهنا والسرور على كل مشاهدي ومتابعي قناة دريم، وحلقة جديدة من سيداتي يا نساتي، حلقة بداية الأسبوع. قبل ما نبتدي عايزاكم ترحبوا معايا النهاردة. هينضم إلينا زميلة جديدة ميري نعيم اللي هتكون مختصة وهتقدم لنا الفقرة الطبية المقدمة من عيادات نبض يوميا. النهاردة هنتكلم عن عام المرأة 2017. ما الذي اكتسبته المرأة في مصر؟ وماذا تطالب به من حقوق وقوانين؟ وما الذي تريد تغييره مجتمعيا؟ الأسئلة دي وأهم حاجة حكاية مجتمعيا دي، لأن هي دي مربط الفرس. يعني لو سيادة الرئيس نفسه لما يقولك أن ده عام المرأة، أي نعم يعني البرلمان ما طلعناش ولا قانون، وده اللي هنناقشه النهاردة خلال الحلقة، لكن الفكرة في حد ذاتها أن في اهتمام جدا بالمرأة، لكن مازال أكبر قيد موجود عليها واكبر حاجه بتكبلها دايما وبتاثر وبتعوق انطلاقها هو او هي القيود الاجتماعيه. فده اهم حاجه هنتكلم فيها النهارده هينورنا في الفقره الكاتبه الصحفيه فيروز مراد، الباحثه النسويه الحقوقيه ندى عبد الله، والكاتبه الصحفيه هناء عبد الفتاح. النهارده حلقه نسائيه 100% يا جماعه، يعني اللي هيتضايق حبتين او يعني هيفكر كده ولا كده ان احنا واخدين حقنا بزياده، لا يتفرج ويشوف ان احنا على فكره في حاجات كتيره جدا لسه ما خدناهاش ولسه بنطالب بيها. هناخد جوله سريعه على في اخبارنا في السوشيال ميديا. اول خبر معانا، مجموعه من طلاب كليه الهندسه قسم مدني بجامعه اسيوط قرروا ان هم يكسروا الروتين على حد قولهم ويحتفلوا بالفوتو سيشن داي بتاعهم بشكل مختلف، فقرروا ان هم يخلوا الاجواء صعيدية بحتة، زفة بلدي، مزمار، وجلابية صعيدي، وفطير مشلتت بقى وعسل، واديله كل الايه التقاليد الصعيدية. اليوم كانت تفاصيله كلها ظريفة جدا، وهم نظموه بسرعة انتشرت الصور على كل مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت عليهم التعليقات، واللي كان منها طبعا مؤيد جدا للفكرة وشايفين انهم كسروا الروتين وعملوا جو جميل وطابع خاص بيهم، وقالوا ان دي اول مرة تحصل في تاريخ الجامعات، واللي قال حقهم يحتفلوا بالطريقة اللي هم عايزينها بعد مرمطة 5 سنين في هندسة. هما الحقيقة شكلهم مبهج جدا 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 وجميل الحقيقة يعني. احنا معانا على التليفون الطالب محمد عاشور احد اصحاب الفكرة. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد. ايوه مع حضرتك. احكي لنا بقى عن الفكره دي يا محمد، حكايه الزفه البلدي والمزمار والتحطيب. والله الكليه في الحرم الجامعي. والله واحنا اخر سنه في بكالوريوس هندسه مدني جامعه اسيوط. ايوه. حبينا بعد ما خلصنا الميد تيرم بقى، استمرنا شهر في الميد تيرم طحن ما شاء الله يعني جامعه اسيوط، فحبينا نفرح بس الفرحه تكون بطريقه مختلفه شويه بس مش تقليديه، وفي نفس الوقت يعني نسيب انطباع لزملائنا المغتربين معانا ان هم انطباع عن الصعيد وذكر ليهم كصور بالجلاليب البلدي وكده، بحيث ان هم حاجه ما عملوهاش قبل كده. دايما بيوجه دايما لينا كمصريين، اصبحنا مؤخرا ان احنا بنستورد كل العادات بتاع يعني او العادات الغربيه زي ما هي بالظبط، ما بقيناش بنطفي عليها طبيعنا احنا الشرقي، لكن انتوا في اللي انتوا عملتوه ده اطفيتوا الطابع الصعيدي تمام على الاحتفال بتاعكم. هو كان صعيدي كاملا يعني من البدايه للنهايه، كل حاجه فيه كانت صعيديه. ما كانش فيه اي حاجه غير الصعيد. جلاليب. رد فعل الاساتذه كان ايه؟ نعم؟ رد فعل الاساتذه في الكليه. استاذ لا كانوا مشرفين جدا طبعا، ومنهم اللي اتصور معانا واخد الصوره التذكاريه قبل ما نبدا المزمار وكده. ومحدش كان معترض على اي حاجه. عامة هي فكرة جميلة، احنا بنحييك عليها، والف الف مبروك على نهاية الامتحانات، وان شاء الله تتخرجوا بتقديرات كلكم عالية وتقبلوا بقى على الحياة ومعترك الحياة العملية بقلب جامد. ميرسي قوي على تليفونك وعلى مداخلتك، ميرسي قوي. انتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي قرار السلطات السعودية بمنع التصوير في الحرمين الشريفين، وذلك تعظيما لشعائر الله واحتراما لمشاعر الحجاج والمعتمرين والزوار على حد وصف القرار.
وألزمت السلطات السعودية وفق صحيفة عكاظ أصحاب حملات الحج والعمرة برحلات الحج والعمرة بتوعية الحجيج والمعتمرين بهذه التعليمات التي تأتي ضمن خطط الجهات الأمنية لتهيئة المناخ التعبدي لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي. في مصادر وقالت مصادر للصحيفة أن القرار جاء لما يسببه التصوير خارج وداخل الحرمين الشريفين من تشويش وإثارة مشاعر العديد من مرتادي الحرمين. والحقيقة طبعا الواحد لما ترجع كده بالذاكرة وتفكر احنا أفسدنا كل حاجة بقصة انك انت تفقد كل اللحظة معناها بانك ماسك التليفون وعايز تصور اللحظة دي. انت راجل رايح تتعبد وتصلي في محراب ربنا وفي بيت الله، فالمفروض تبقى تتجرد من كل الحاجات دي وتركز في اللي انت بتعمله. انت رايح تغسل نفسك وروحك وتتوب يعني كل هذه المشاعر المفروض تكون هي اللي مسيطرة عليك، مش انك تصور نفسك سيلفي او حد تاني يصورك ويقولك من داخل المسجد الحرام، من داخل الكعبة الشريفة، من داخل الصفا والمروة. يعني مش مكان، يعني مش لكل مقام المقال زي ما بنقول. وعلى فكرة قيس على كده حاجات كتيرة جدا 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 على فكرة في الدنيا. يعني احنا بن 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 لسه كنت بتفرج على فيلم من كام يوم، يعني كنت اسمع الفارق ولكنه حسسني كده انه مدرسة وقاعدين الطلاب هيعملوا مسرحية للأهالي والأهالي كلهم قاعدين بيتفرجوا، فست المدرسة أو المديرة بتاعت المدرسة قالت لهم يا جماعة احنا معانا ناس بتصور بروفيشنلي وهيصوروا وهيبقى فيه لكل الأطفال ولكل الأهل صور وفيديو، كل واحد هياخد نصيبه في التصوير، فأرجوكوا استمتعوا بأداء ولادكوا وسيبوا كل حاجة من إيديكوا. اول ما الست اتحركت قام كله طلع التاب بتاعه او تليفونه عشان برضه يصور. هو في الفرديه بقت رهيبه جدا، يعني الفرديه عندنا بقت رهيبه، كل واحد عايز يستأثر بالحاجه تبقى بتاعتي كده ومكمر عليها وهو محافظ عليها وما يحتاجش حاجه من حد، ولسه هنقف بقى طابور وناخد ونعمل. افسدنا كل شيء الحقيقه، يعني فواحد محتاج ساعات كتير قوي لقطات من النوع ده او قرارات من النوع ده عشان يعيد تاني تفكير وترتيب حياته. تصدر هاشتاج بعنوان اتعلمت ايه من 2017، وده الهاشتاج اللي تفاعل عليه الشباب بشكل كبير جدا جدا جدا، وغلبت المشاركة الجادة برضو على تغريدات الشباب، وعبروا بجدية عما خرجوا به من دروس مستفادة خلال هذا العام. وجاءت أبرز التغريدات من الشباب حوالين التمسك بتحقيق الأحلام وعدم الاستسلام للظروف والصعاب. وجاءت برضو تغريدات الشباب عن النحو التالي: في حد قال اتعلمت من 2017 كل ما تكبر كل ما الحياة أصعب، اتعلمت من 2017 لو ليك حلم حارب عشانه، اتعلمت من 2017 إن التعامل مع اللي حواليك مهما كان قريب منك لازم يكون بالمثل. بينما البعض تفاعل بسخرية مع الهاشتاج وقال وعبروا عن انشغالهم في الامتحانات بسخرية شديدة. وجاءت أبرز برضو التعليقات: الكل ان اتكل على الله انا عندي فاينل، اتعلمت ان اذا احب الرجل امرأة ماتت جميع النساء في عيونه لمدة يومين ثلاثة بالكتير. ودي مهمة جدا 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 لان ده حقيقي على فكرة، نشيل بس من دماغنا يا جماعة الافكار دي، هم يومين ثلاثة بس وبعد كده خلاص ممكن عادي جدا يعني. واتعلمت كمان اني ما اتعلمتش حاجة. اي مكان متهيالي ان مهم ان كل واحد يعمل لنفسه كشف حساب اخر كل سنه، يشوف هو كان نفسه يعمل ايه، عمله فعلا وليه ما عملوش لو ما عملوش، وعايز يعمل ايه السنه اللي جايه، ويحاول يحقق اللي هو ما قدرش يعمله السنه اللي قبلها. كان دايما بنقعد نقول النيو يير ريزولوشن زي ما بنقول، او القرارات بتاعه بدايه العام على راي شعبان عبد الرحيم: من اول يناير هبطل سجاير واكون انسان جديد كده. لكن هي حقيقي على فكره الواحد لازم يكون عنده هدف يشتغل عليه ل 12 شهر، لان 12 شهر ده كتير جدا 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 ان الواحد يكون عنده هدف ولو حتى صغير قد كده ويحاول ويقدر فعلا ان هو يوصله. معانا بقى دراسه لذيذه جدا 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 عن اعتقد ان احنا الاول معانا مداخله. عندنا معانا الاستاذه مارجريت عازر عضو مجلس النواب، نتكلم معاها كده سريعا عن احوال المراه المصريه في عام المراه. الو. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذه مارجريت. حضرتك كشف حساب 2017 بالنسبه للمراه اخباره ايه؟
شوفي في الحقيقه المراه المصريه في ظل الاراده السياسيه اللي موجوده ودستور بينص على المساواه، يعني اعتقد انها اكتسبت عدد كبير من المكتسبات، صحيح مش كل اللي احنا بنرغب فيه، لكن على الاقل اصبح لنا تواجد واضح حتى وليكن في المجال السياسي. يمكن لسه المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي لسه ما تمش تمكين المرأة بشكل واضح، لكن الحقيقة أنا شايفة من خلال الدستور ومن خلال الإرادة السياسية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته دائما وبيحاول في كل خطاباته أن يغير الثقافة اللي بثتها بعض التيارات المتطرفة داخل المجتمع، أن المرأة قيمة في المجتمع وأن المرأة لها كل حقوقها، وبيوضح أهمية دور المرأة، وده مهم جدا. من خلال كمان الدستور حصلت المرأة المصرية على عدد كبير من المكاتب زي تقلبها في كل المناصب بما فيها المناصب القضائية، ووجود كوتا للمرأة داخل البرلمان أصبحت عن 90%. البعض دايما بيتكلم عن أن فكرة الكوتا دي في حد ذاتها هي غير منصفة للمرأة، لأن فيها تمييز، ولو حتى نوع من أنواع التمييز ممكن البعض بيقول تمييز إيجابي، ولكنه أيضا يتضمن كده في النص تمييز سلبي، إن هي مش هتنجح ولا هتقدر إن هي تاخد مقاعد في البرلمان إلا ضمن الكوتا المحددة ليها. رأي حضرتك إيه في النقطة دي؟ لا إحنا مش تقليعة، كل العالم في بداية أي تجربة كانت بتعمل كوتا علشان المرأة تثبت وجودها، لأن كل دول العالم فيها نسبة كوتا للمرأة لغاية ما بتبتدي تثبت وجود، والكوتا أساسا ما هياش دائمة لكنها مرحلية لتغيير ثقافة المجتمع وإنها تثبت وجودها والناس تبقى عارفة. يعني الأول لما كنا بننزل للشارع كانوا يقول لك لا هي المرأة مش هتقدر تنزل بالليل، مش هتقدر تودي حد مستشفى. النهارده أصبح من خلال وجود 90 نائبة أثبتوا وجودهم داخل اللجان وداخل قاعة الاجتماعات وفي تقديم المشروعات القوانين، أصبح الناس النهارده بتشوف ان اداء المراه يساوي اداء الرجل. عندنا كمان في كوتا للمراه في المحليات، ودي هتصفر عن كوادر طبيعيه مؤهله انها يكونوا اعضاء في مجلس النواب، ومن خلال هذه التجربه انا اعتقد ان هيبقى في نسبه من غير كوتا ولا حاجه، هيبقى في نسبه عاليه جدا تتعدى ال 40% من النساء داخل البرلمان. اسمحيني يا أستاذة مارجريت أكون لسان حال بعض الأصوات يعني اللي ممكن تكون متضايقة شوية من أداء البرلمان هذا العام، بالذات عام 2017 العام المفروض اللي هو المخصص للمرأة، واللي كنا منتظرين صدور قوانين تنصف المرأة ولكن ده ما حصلش. يمكن حضرتك على صعيد شخصي كنت قدمتي القانون الخاص بزواج القاصرات واللي برضو لغاية دلوقتي لسه لم يصدر بعد، بس كلميني حضرتك ليه الإحساس العام وسط النشاطات النسويات عامة إن المكتسبات اللي المرأة حققتها كلها عبارة عن حبر على ورق، مفيش حاجة على أرض الواقع؟ يعني ده كلام في جلد شديد للذات. يعني احنا طلعنا قانون تغليظ عقوبة التحرش، طلعنا قانون ختان تجريم الختان، طلعنا بنعد قانون للأسرة ككل، مش يعني انا عايزه بس دايما اقول للناس علشان ما يبقاش في سقط من المجتمع ان قانون الاحوال الشخصيه قانون للاسره ككل مش بس للمراه المصريه. احنا كمان بنطلع قانون العنف ضد المراه، والعنف ضد المراه ده في حاجات كتيره جدا، زواج القاصرات، الحرمان من الميراث، التحرش، هث العرض، حاجات كتيرة جدا جدا. وفي الحقيقة لا، المجلس بيشتغل، وخلي بالك ان احنا في ظروف استثنائية طالعين من ثورتين، لدينا العدد كبير جدا من القوانين، وبالتالي في الحقيقة انا شايفة ان عمل المجلس عمل بلد. يمكن المواطن المصري عايز قانون يحس بيه مباشرة. تمام. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه كمان، احنا طول عمرنا بنحتاج المزيد، يعني كل ما نعمل حاجه احنا محتاجين المزيد. يعني انا بقول لحضرتك
ان احنا بقالنا سنوات طويله طويله بنكافح على ان يبقى في محافظ. لاول مره يتم تعيين محافظ. النهارده في ثلاث اربع وزيرات موجودين داخل الوزاره بيتقلدوا وزارات هامه جدا، مش وزارات يعني مش يعني بسيطه لا، لكنهم وزارات ومهام قويه جدا. النهارده لاول مره يبقى عندنا 90 نائبه منتخبين، اول مره يبقى عندنا عدد كبير من النساء موجودين في الهيئات القضائيه، موجودين في رؤساء جامعات. لا يعني اعتقد ان احنا النهارده احنا بنخطي اول خطوات، فعلينا ان احنا كمان احنا مهتمين كمان ان احنا نقدم المراه مش بالعدد ومش بالكم، احنا بالانجاز وبالعمل بالاداء. طبعا يا فندم انا بشكر حضرتك جدا، واتمنى انا بدعي حضرتك طبعا من خلال شاشه دريم وبرنامج سيدي اساسي حضرتك تكوني موجوده معانا هنا في البرنامج ونتكلم اكتر على الانجازات اللي حققتها المراه المصريه داخل البرلمان المصري في عام 2017. شكرا جدا لحضرتك يا فندم. عندنا بقى دراسه بتقول القواعد العشرون لكل بنت قبل دخول سن الثلاثين، ودول شوية قواعد لازم البنت تتبعهم قبل ما تدخل كده على الثلاثين يا جماعة، ومهمة جدا جدا. أول حاجة لازم الست تراقب وزنها، لازم تظبط أكلها، تعد السعرات الحرارية اللي بتاكلها، تبدأ في تقليل السكر والملح، وتشرب مية كتير، لازم تلعب رياضة أو تمشي على الأقل ساعة يوميا، تستخدم كريم للنهار والكريم لليل مناسبين لنوع بشرتها علشان هما دول السبب الرئيسي في ان البشره ما بتعجز بدري. تستغنى عن المكياج التقيل وتريح بشرتها، تتعلم تطبخ، تستخدم سان بلوك حتى ولو جوه البيت لان الاشعه الضاره بتخترق المنزل والشبابيك وبتاثر على البشره. ما تاكلش بالليل بالذات في الشتاء. تعمل كل 3 شهور تشيك اب كامل وتهتم بصحتها، وخليكي ناجحه في شغلك ومستقبلك ومركزه فيهم، افتحي مشروع خاص بيكي، اقري كتير، اتعلمي السواقه لو ما بتعرفيش تسوقي، ابعدي عن اي حاجه تسبب لك طاقه سلبيه في حياتك، واقضي وقت اطول مع عيلتك واصحابك المقربين. لو في حاجه نفسك تتعلميها خدي فيها كورس وما تكسليش، ده وقتها ابتدي، وابعدي عن السوشيال ميديا بقدر الامكان، حوشي فلوس بدل ما انت طول النهار بتعملي شوبينج على الفاضي والمليان، جربي حاجه جديده لاول مره، ولو عندك هوايه معينه اشتغلي عليها ونميها وتعلمي تعتمدي على نفسك في كل حاجه. عندنا بقى تقرير مهم جدا، نادي رودري عامل مبادرة لطيفة جدا 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 لتشجير مصر من خلال زراعة 1,200,000 شجرة في جميع أنحاء الجمهورية. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نبدأ مع حضراتكم فقرات حلقتنا. كان من مشاريع المنطقة الروتارية ورئيس الروتاري انه نبتدي نعمل تشجير لألف ومئتين مليون ومئتين ألف شجرة، وتبنى الروتاري انه من ضمن المشاريع بتاع روتاري مصر انه يعمل يشجر مليون ومئتين ألف شجرة في المدارس والميادين في مصر. وطبعا احنا في حاجة شديدة الى الخضرة في بلدنا، وده من المشروعات اللي نتمنى انها يعني تنتهي هذا العام ان شاء الله. عايزين نزرع 1,200,000 شجرة فوق كل العالم، فجت الفكرة ان احنا طب ليه روتري مصر ما يزرعهاش هنا؟ عندنا هيبقى 3 محاور بنخدمهم، تنمية مجتمعية اللي هي يعني بتعملي تنمية، نمرة حاجة بيئيا، ونمرة 3 اقتصاديا. اقتصاديا انا مش عايز اقولك ان احنا اوريدي بدانا نشجر في مدارس وفي حاجات كتير، هشرح لك احنا بنعمل ايه الاول. الناس قد ايه فرحانه ان هي بتشتغل لقت شغل، فدي حاجه بتبقى اقتصاديه. التنمويه ان احنا بنزرع في مدارس مرحله ابتدائي، الاطفال وهم بيزرعوا مش عايز اقولك مبسوطين قد ايه، عندهم انهم عايزين يتعلموا ازاي يحافظوا على المدرسه، ازاي يزرعوا الزرعه. بنعمل
دورات تنمو يعني توعية علشان ازاي يحافظوا على مدرستهم، ازاي يبقى عندهم حب انتماء للبلد. طبعا غير انه دي حاجة بيئية وهتساعد في نظافة البيئة، انا قلت يمكن دي كمان تكون دفعة ان الناس تبتدي كمان تهتم بمنظومة النظافة. احنا كل الأديان بنقول النظافة من الإيمان وده شعارنا، فما ينفعش بعد مجهود التشجير والميزانيات اللي هترصد لها والمجهود ان احنا يكون عندنا شجر وعندنا منظر جمالي وتكون القمامة والسلوك التدميري لبعض عناصر من الشعب ان هي تكون يعني ده مع ده ما ينفعش. هنعمل في المدارس حوالي 6000 شجرة موالح وحوالين الأماكن المهمة، الوزارات والمستشفيات، يعني عايزين نرجع لمنظر جمال في مصر تاني. رجعنا لكم مرة تانية، وانضم إلي ومنورني في الاستوديو الأستاذة ندى عبد الله الباحثة النسوية. مساء الخير يا ندى، مبروك الماجستير. شكرا. الأستاذة فيروز عبد العزيز الكاتبة الصحفية، مساء الخير يا فيروز. والأستاذة هناء عبد الفتاح الكاتبة الصحفية، مساء الخير يا هناء. مساء النور، أهلا. حلقة جامدة دي، أنا معايا ثلاث ستات، إيه ربنا يستر على الرجالة كلهم يعني، عشان بس بكره هيخلصوا، بكره عندي حلقه الرجاله هيخلصوه مني انا بقى، بس النهارده هناخد حقنا ثالث ومثلث زي ما بيقولوا. يلا بينا. خليني ابتدي معاكم، شايفين عام المراه ازاي؟ عام المراه انا بشوف ان كان على المستوى القياده السياسيه كان عندها نيه حقيقيه ان يكون فعلا 2017 عام المراه، وترجم ده في اكتر من موقع. يعني مثلا عندنا سيده الاسكندريه اللي انتشرت صورتها على السوشيال ميديا وهي بتجر العربيه، السيد الرئيس وجه لها دعوه رسميه انها تشارك في مؤتمر الشباب، وكانت جنبه في الصف الاول وكرمها بصفتها مراه عامله قويه متحمله المسؤوليه. عندنا كمان يعني كذا مثال، هنقول كمان السيد الرئيس برضو كان بيقدر الفن والمراه لما زار السيده المرحومه شاديه في المستشفى قبل وفاتها بايام، يعني كان في نيه حقيقيه. وهي كل خطابات الحقيقه سياده الرئيس كلها لا تخلو ابدا من اشاده بالمراه وبدورها في المجتمع وفي الاحداث وفي ثوره 30 يونيو. يعني كان في دايما كلام عن المراه، وكان في نيه حقيقيه ان السنه دي يكون فيها عام المراه، لكن ترجمه ده على ارض الواقع ما كانتش بالمستوى المطلوب اللي احنا نقول فعلا 2017 كان عام المرأة. لا ما شفناش، يعني حتى هو دور التشريع المجلس الشعب قانون واحد يتيم لسه حتى ما طلعش للنور، اللي هو مشروع العنف ضد المرأة، مشروع قانون العنف ضد المرأة، وده لسه مناقشات لسه ما احنا كان معانا على الهوا في مداخلة أستاذة مارجريت عازر نائبة بمجلس النواب، واللي كلمت على ان حصل تغليظ لعقوبه التحرش وتغليظ لعقوبه اعتقد عقوبه اخرى انا مش متذكره، ايوه يعني حصل تعديل لبعض القوانين، لكن كمشروع قانون كامل لسه احنا عشان نقول ايه المراه عايزه ايه علشان يكون عام المراه فعلا، ويكون المراه فعلا اوضاعها اتحسنت، انك هتحسن لي اوضاعها على مستوى قوانين الاحوال الشخصيه، النفقه والطلاق والخلع والحاجات دي والمرمطه في المحاكم والكلام ده، وهتحسن لي وضعها على مستوى تمكينها في مجال العمل. تمام، انا شايفه ان هي خدت مساحه مناسبه في مجلس الشعب، فعلا معترف بدورها، انما لسه الاوضاع قوانين الاحوال الشخصيه لسه هي بتعاني، رغم ان القوانين في مظهرها العام مع المراه. يعني نبص على القانون كده، الست بتاخد حقها المفروض من القوانين، بس بطء عمليه المحاكمه وبطء الاحكام والكلام ده مخليها متبهدله برضو، وعلى ارض الواقع لسه بتعاني. فعشان نقول ان احنا عملنا حاجه للمراه محتاجين نخدمها اكتر على مستوى قوانين الاحوال الشخصيه، ونخدمها اكتر على مستوى التمكين في العمل. ده مش حاصل لحد دلوقتي بالنسبه لعام 2017 بالشكل المطلوب، لا مش حاصل. فيروز
رايك ايه؟ شايفه حصل ايه المكتسبات اللي المراه حصلت عليها خلال 2017؟ مش شايفه انها حصلت على اي مكتسبات. يعني هو احنا كل سنه بنعمل نفس عام المراه وبتاع ومش عارفه ايه والحاجات دي. لا احنا مش كل سنه بنعمل كده. ده كان في زي ما هناء قالت كان في اهتمام من القياده السياسيه وبقى في اعلان رسمي من قبل سياده الرئيس وتوجيه لبقيه اجهزه الدوله بان هي تعمل على تفعيل الموضوع ده. يعني انا بشوف انه الفعاليات اللي القياده بتطلقها لو الجهاز التنفيذي ما عندوش نية انه ينفذ ده فهي في النهاية بتبقى مبادرات حبر على ورق. لانه طب ايه اللي حصل في الجهاز التنفيذي؟ ايه اللي حصل فينا احنا كشعب؟ واحنا حتى لما تقولي مرأة ولا في النهاية احنا بنتكلم عن البيت، ست وراجل وولاد بيت. احنا غيرنا ثقافتنا، احنا حتى ده احنا حتى كمرأة، مش هقول لك احنا حتى كراجل، احنا حتى كمرأة غيرنا ثقافتنا. احنا دايما بنتكلم عن الست عن انها الاخت والزوجة والام، فين المرأة في الموضوع؟ فين البوزيشن؟ هي الاخت والزوجه والام. ماشي، ما هي الاخت والزوجه والام، بس على فكره دي وظايف هي بتقوم بيها. لكن هي ست. فحتى كتير جيت تقول لك انت شايفه ان في جاب حتى لو طبعاً. لو في مكتسبات ورقيه او قرارات اداريه لكن انت على ارض الواقع مش حاسه باي تغيير. مش هيحصل لانه الناس نفسها ما حصل لهاش تغيير. إذا كانت المرأة بس الشغل على الناس ده بيحتاج وقت وسنين ومجهود، ده حاجة ما بتحصلش في يوم وليلة. محتاج وقت. ما احنا عشان كده ليه بنتكلم من النهارده في انه المرأة. أنا كنت بسمعك، كنت حابة جدا الانترو وانت تتكلمي، انه طول الوقت قولي لها خدي بالك من نفسك، حققي أحلامك، اخلقي لنفسك مساحة وانجحي فيها جنب أدوارك المتعددة الكتيرة اللي بيعرفوكي بيها. مفيش مشكلة، احنا ما بنقولش ان الستات تبطل تربي ولادها ولا تبطل تاخد بالها من اهلها ولا تبطل تبقى الوظائف الكتيرة دي، لا تبقى الوظائف الكتيرة بس بلس انها ست وعندها حلمها وعندها نفسها. انا مستغرب كتير جدا انه البنت او الست بتعرف نفسها غلط. يعني انت مين؟ انا مامة فلان. حلوة على فكرة الامة دي، اعظم حاجة في الدنيا، بس انت فلانة مش مامة فلان على فكرة. انا مرات فلان. حلو، ما قلناش حاجة، بس انت فلانة مش مرات فلان، انا بنت فلان. في دايما الست غصب عنها بتحس ان هي لازم تنتسب لحاجة، لشيء اكبر منها، وكأنه يعني انا استمد منه. لا، وكأني انا حاجة لازم يتحط عليها بوزيشن فبقى حاجة حلوة تقبلوني بيها، تقبلوني لما ابقى مامة فلان او اخت فلان او مش عارفة ايه او كده. فجاب كبيرة. احنا دايما كمان الاعلام غايب عنه مرحلة عمرية مهمة جدا، ودي اللي بيترتب عليها كل اللي بيحصل بعدين، اللي هي سن 20 ل 25 دي. السن اللي بتتربى فيه الشخصية، واللي البنت بتنتقل من مرحلة الطفولة لانها تبص تلاقي نفسها بقت بنت، بقت ست، بقت ام. فحصل لها كده لخبطة كتيرة في الخمس سنين دول، ودخلت من حياة لحياة من حياة لحياة. والإعلام شوية مش بيروح للحتة دي، يعني دايما بيتكلم عن المرأة كست اللي هي خلاص بقت أم، يعني في الأربعين بقى بعد ما تكون مشاكل الحياة حطت عليها كلها وخلاص. هي بتبقى وصلت لمرحلة مش عايزة أسمعكم، وتيجي تكلمي تقول لك السوليت، تحس إنها القطر فات، مش كبرنا على الكلام ده. فالسن الصغير ده احنا هنيجي تاني لموضوع الاعلام ده بالذات، لانه الفن عموما والاعلام وصوره المراه فيه بتاثر جامد جدا. انا عايزه اجي لندى. ندى، انت باحثة في هذا المجال وبتشتغلي على الارض بقى، انت بقى من واقع شغلك اللي على الارض ده، رصدتي اي تغيير في عام المراه؟ يعني على الارض الواقع لا، لان كل القوانين وكل القوانين اللي هي موجودة واللي حتى فيها تعديلات هي بعيدة كل بعد عن الواقع. يعني على سبيل المثال لو التحرش، يعني جايز يبقى فيه نوع من التغليظ اللي هو لسه في مجلس الشعب، لكن ما زال ان في بنات كتير ما بتروحش تبلغ تخوفا من فكرة دي مشاكل الأكثر قيود مجتمعية. يعني فكرة القوانين هي مش فعالة، فكرة اللي هي القوانين اللي هي يعني مفروض محطوطة دلوقتي في مجلس الشعب هي مش فعالة على أرض الواقع. يعني قوانين الخاصة بالتحرش، القوانين الخاصة بالعنف ضد النساء، فكرة مثلا التمييز على المستوى المهني والختان، فكرة إن عدم تكافؤ الفرص من ناحية الوظائف دي برضو ما زالت مش موجودة.
دايما في تمييز لفكره ان هي امراه، ان هي ست، فكره ان في ثقافه مجتمعيه، فكره ان في زي ما هي زميلتي قالت في دايما ثقافه مجتمع هي اللي بتتبنى ده. فكره القوانين هي موجوده، بس برضو يعني في جزء تاني، مش القوانين كلها حلوه. يعني البرلمان في هذه السنه عمل كوارث حقيقي. يعني لما تكون في نائبه طالعه بتتكلم ان قانون حق الرؤيه، وبتتكلم مثلا على سبيل المثال ان الزوجه لو تزوجت فما ينفعش ان اولادها يكونوا معاها، فده كارثه. لما يكون في نائب بيتكلم ان البنت تتجوز في سن مبكر، ان احنا نقنن ده بدل ما نجربه، فدي كارثه. ففي حاجات هي كارثيه فعلا بيطلقها البرلمان ومش فاهمه ده على اساس ايه. فبالتالي لا، يعني ده مش متلامس لارض الواقع، وهم معتبرين ده في تلامس لارض الواقع. ارض الواقع لا. الست، طب انا بس عايزه ارجع تاني واقول ان احنا برضو كان معانا الست النائبه مارجريت عايزر، والحقيقه هي اتكلمت على ان بالذات يمكن في النقطتين دول ان حصل تغليظ، ده اوريدي صدر التغليظات دي صدرت فعلا، وتم فعلا تعديل القوانين فيها بالنسبه للختان، لذلك كانت النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها والتحرش ده. تمام. واحنا شفنا ان في عندنا المحاكم اصدرت احكام رادعه نسبيا نسبه لزمان في كذا وقعه ختان، في كذا وقعه تحرش مؤخرا. لكن حصل ده اوريدي موجود، لكن احنا لما نيجي نشوف في الشارع هنلاقي ان التحرش موجود بيزيد تماما، ان الختان مازال منتشر بصوره رهيبه جدا، في انفصال تام. يعني حضرتك دلوقتي احنا لو هنتكلم ان في مصر يعني كل النساء معرضات للعنف، لكن احنا لو هنتكلم كمان النساء الاكثر تهميشا في المناطق العشوائيه والفقيره، هم الاكثر تهميشا واكثر عنف. يعني لما يحصل الختان، لا هو بيحصل للنساء في الاماكن العشوائيه الفقيره، ده علشان البنات مش متعلمات، او يعني في نسبه تسرب من التعليم، فكره الفقر. فبالتالي في قيم مجتمعيه وعادات وتقاليد بتكرس لده، يعني فكره القانون مش واصل لهم، هيخبوا، هيبقى في اي يعني شوشر على الموضوع، في تحايل، في وسيله تحايل، فكره التحرش علشان في اسباب تانية. يعني احنا غلظنا عقوبه، بس في حاجات تانية. يعني مثلا زي ما بطلع في كل برنامج في الجزئيه دي، البنت بتروح تخاف، تروح تبلغ جوه الاسم علشان بياناتها مثلا الشخصيه معروفه للجاني مثلا، بياناتها فعلا مع المحامي الناحيه الثانيه، فدي كارثه. هتبقى خايفه تروح تبلغ، ان مفيش وحده استقبال لضحايا العنف جوه الاقسام، مفيش كمان. يعني دلوقتي يعني دي منظمات كمان قليله، انه يعني الفكره يستقبلوا ضحايا العنف في مكان معين لده، فدي منظمات حتى قليله. لازم ده يكون في اطار الدوله. يعني مجلس القومي للمراه عامل شغل عظيم جدا، يعني استاذه مايا مرسي عامله شغل عظيم جدا في الفتره اللي فاتت، لكن الفكره برضو ما زالت ان يبقى في تشبيك حقيقي بين المنظمات المجتمع المدني والحكومه في الجزء التوعوي، وكمان تنفيذ ده واليات ده وده وتغليظ القوانين بشكل حقيقي وفعال، عشان ده يربط مع الناس في الشارع. الناس مش عارفه. طب احنا هنشوف راي الناس في الشارع، ان الناس لما بتيجي تكلمها على حقوق المراه في الشارع الحقيقه بتستغرب جدا ردود افعالهم. تعالوا نشوف مع ضيوفي ومع حضراتكم راي الناس ونرجع نكمل كلام. شايفه المراه واخده حقوقها في المجتمع المصري ولا لا؟ لا طبعا. ايه وجهه نظرك؟ وجهه نظر الواحدة لما بتطلق بتقعد تتمرمط في المحاكم سنين سنين سنين. انا بقالي 20 سنه يعني من 99 وانا في المحاكم لحد دلوقتي. المراه خدت حقوقها بس بعد ما بيطلع عينيها. لو مراه مظلومه وقعت تحت ايد راجل ظالم بيجيب محامي بثلاثه ساغ من على السلم بيلعب بالثغرات بتدوخ عشان تاخد النفقه بتاعتها. انت برضو لو بقيتي مستشاره ما بتاخديش برضو حقوق برضو، ونظره الراجل برضو بتفضل ليكي ان انت ما فيكيش اي حق. واخده حقوق ازاي؟ اهو عايشين اهو الحمد لله. انا بقى ست كبيره وطلع واخد معاش جوزي. يعني هو المجتمع نظرته كده، حتى اما تيجي تسالي ليه يقول لك هو كده، او احنا متربيين على كده، او دي عاداتنا. ما فيش حد بيحب يتناقش في الموضوع ده خالص. 90% اللي هي دلوقتي في منها في مجلس الشعب، في منها في رئيس انديه، في منها وزيره، في منها محافظه، في ناس مهدور حقها كتير قوي. يعني مثلا في حاجات كتير الولاد بتعملها غلط واحنا بندافع عنهم بفكره ان هم ولاد بس،
والبنات لما تيجي تعمل نفس الحاجات دي اللي هو لا انت بنت ازاي تعملي كده ازاي تمشي كده. هي المساله ماشيه مساله تدريجيه، الدوله بتمشي في الخطى ده كما نرى وكما بنحس بطريقه محسوسه بطريقه ولكن ماشيه، ما نقدرش نقول هي متوقفه. ست الواعيه المتعلمه بتاخد حقها، الست اللي هي القاعده في البيت ما بتاخدش حقها. المرأة في مصر واخدة حقوقها وزيادة 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 وأكتر وأكتر وأكتر. تعالي خش الريف، الريف ده فيك الشر بقى، منتهي تعليم البنت، هدوم عيبة، مفيش حد بنات، وليه خلوهم ينزلوا يشوفوا البنات، كلهم أغلبهم تجارة زراعة صناعة، وياريتهم بتعلموا، ده طلعوا من الإعدادية معرفش يقروا يكتبوا اسمهم. لو يهتموا بحكاية التعليم ومحو الأمية وعدم تسرب الفتيات من المدارس في الفترة اللي هي الابتدائي وقبله وجودة التعليم أهم حاجة. لو نمشي بالسنة والشريعة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام هنتعامل أحسن من كده، لكن ده احنا علينا ضغوط تربية العيال والترويق وطبيخ وشغل، لازم تعملي كل حاجة، هو راجل بيبقى عليه حاجة واحدة، احنا عم قدرين ان هو بيشتغل وبيتعب وبيشقى، بس حتى على الأقل يقدرنا حتى لو بكلمة حلوة. لا، حياة المرأة بتبقى مكرسة بإن البيت أو الشغل إذا قامت بعمل الشغل، فأكتر يعني أكترية الزوجات ما بتمارس الشغل وكده فبتستكفي بالبيت. أنا شايفة أن هو مفروض كان عامل مرأة وهو خلص وما حصلش أي حاجة من المرأة. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين كلامنا وتعليقا بقى على ردود أفعال الناس. ده اللي بقوله لكم انكم هتلاقوا تباين مختلف جدا في ردود الأفعال، وساعات في وسط الزحمة كده بتلاقوا رجالة بيقولوا أحسن أحلى كلام ويبقوا صف جدا الستات، وستات هم اللي ممكن يكسروا مقاديف الست اللي زيهم ويبقوا شايفين ان هم اوبر كمان. يعني انا ما يصدمنيش الراجل اللي يقول لا واخده حقها وزياده وزياده وزياده، ان لما لكن لما ست تطلع تقول واخده حقها وزياده دي اللي توجعني. يعني انا جالي انهيار عصبي دلوقتي من الحاجه اللي طالعه بتقول خدت حقها وزياده وزياده. انا بحس ان هي يعني ممكن تكون بتنتمي شويه للجيل اللي هو كان زمان بتاع السيد اللي هو بيجي يعمل معاها مشاكل ويضربها وكل حاجه بس على فكره عايز اقول لك حاجه، يعني هي تكنيكيا يعني تقنيا هي تنتمي لهذا الجيل، دي المفروض تنتمي لجيل الستينات، وده كان الجيل اللي كانت الستات فيه يعني خضوع لا ما كانش فيه خضوع في الستينات، ده الست في الستينات كانت واخده حقها تالت وبتال، يعني كانت بدايه الطفرة الحقيقية لتواجد الستات على الساحة كانت في الوقت ده. منين حقها تالت ومتالت؟ قارني بين نسب الطلاق زمان وبين نسب الطلاق دلوقتي وانت تعرفي، كانت زمان نادرا لما تسمع عن حالة انفصال، دلوقتي كل يوم عندك 500 ألف حالة انفصال. الطلاق لا يعبر عن ان الست واخدة حقها، الطلاق بيعبر عن ان الست دلوقتي بدات تقول ليه استحمل، الست بدات تفوق لفكره ان انا لا انا عندي حل، عندي حل لحياه غير مستقيمه فانا انفصل. زمان لا كانت بتاخد على راسها وتقعد وتسكت لان الطلاق ده كان زمان حاجه عيب مرعبه، دلوقتي لا اكتر. انا عايزه اقول لك على حاجه، هو الست اللي قالت حقها وزياده 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 هي ممكن تكون بتقول كده عشان هي شايفه ستات بيحاولوا ان هي تنزل شغل، بتحاول ان هي تعيش حياه محترمه بكرامه محفوظه، بتحاول ان هي تكون بني ادمه غير تكسر كل التابوهات اللي اتعمل. يعني هقول لك على حاجه، احنا دلوقتي طول الوقت بنقول الست اللي يتم التحرش بيها لازم تبلغ، بقالنا سنين بنهاتي في الموضوع ده، اللي يتم التحرش بيها تبلغ. في بنت بلغت وتمام وخدت حقها وده نموذج شجع الناس. على المقابل بقى الناحيه الثانيه في بنت اسمها سميه بلغت وخدت حقها، طلع فتح لها وشها بالموت من اول هنا لحد هنا وفكرت في الانتحار ونزلت فيديو على السوشيال ميديا بتقول انا عايزه انتحر. طيب لما الناس تشوف كده او لما البنات تشوف كده، ده عرف بياناتي وتعقبني وفتح لي وشي بالمطوه، يعني دمر حياتي بقيت عمري بالمنظر ده، يبقى انا اعمل ايه؟ انا ما حد يتحرش بيها هسكت واحط لساني في بقي وما اتكلمش. فده برضو ليه؟ لان هو ما خدش العقاب الرادع اول مره، رغم ان التغليظ العقوبه اوريدي خلاص بتقولي تعمل وتمام ومفيش مشاكل، بس ما تردعش بالشكل الكافي اللي يخليه يطلع ما يفكرش حتى يعدي من جنبها. لا هو انا ما اعرفش صححولي لو انا غلط، انا بحس ان المجتمع ككل بيدي دايما فري باس للراجل ان هو
يتصرف كما يحلو له في اي حاجه طبعا. او ان هو تحرش بواحده يبقى اكيد هي ايه شاف منها حاجه شمال، مش بس تحرش يعني كله ضرب مراته، ما هي اكيد عملت بلوى سودة تستحق تكسر دماغها، حرم بنته من التعليم، ما هو يعني دايما المجتمع بيدي للرجل افضليه ونقطه كده تعالي فيها تعالي، مش عارفه ترجعي من بره، ترجعي من هي دي اصل المشكله يعني. ترجعي من بره انت اتاخرتي ليه؟ طب ما ده لا هو راجل يجي براحته، ممكن تبقي انت بتشتغلي وهو بيشتغل، انت ترجعي تحضري لنفسك تاكلي، هو حضري لي اكل يعني دايما. ولما تقولي لا ده مش صح، انت انا بشتغل وانت بتشتغل فانت المفروض تعمل لنفسك وانا اعمل لنفسي، لا هو الراجل، فكره هو الراجل دي ثقافه منتشره بشده، ممكن تكون تراجعت بشكل بسيط، انما مش هنقول انها يعني انحدرت بالشكل اللي يحفظ للمراه كرامتها. لسه عندنا ثقافه هو راجل وانت لا، هو يتاخر بره انت لا، هو ما يعملش انت تعملي، هو كذا انت كذا عندنا. طب مع ان في ستات بمليون الف راجل لما تيجي تقيميهم في افعالهم وتصرفاتهم هتلاقي الفرق فظيع، هو لا يقارن بها اصلا، ولكن لمجرد ان هو هيكله ذكوري فخلاص ده يديله كارت بلانش كده ان هو ممكن يعمل حاجات كتيره جدا هي ما تقدرش تعمل. فاحنا عندنا مشكله كمان في ان في ستات ما عندهاش المقاومات اللي تخليها تعرف يعني تنفصل، او تعرف تقول مش تنفصل تتطلق، تنفصل ذاتيا اللي هي تقول يعني تصرف على نفسها، تستقل ماديا واجتماعيا. الكلام ده صعب لان حملت الشهادات كتير والشغل قليل والكلام ده كله، فدايما بتلاقيها عندها حسابات ايه، طب انا هعمل ايه، ما انا محتاجه له عشان هو هيصرف عليا، محتاجه له عشان هو هيساعدني، محتاجه له عشان كذا، ما عندهاش المقاومات اللي تخليها تاخد القرار السليم في الاخر. فتلاقيها برضو ممكن تكون قناعتها من جواها رافضه اي حاجه. لا هي الست بتتربى على كده جينيا، واحنا بنربي اولادنا على كده من غير ما بنشر على فكره، كلنا بنقع في هذا. انا عن نفسي عندي بنات وغصب عني ساعات تبقى واحده منهم نازله او لا ما تنزليش لابسه كده يعني اوتوماتيكلي، وبعدين ارجع اقول ايه ده، يبقى انا خايفه عليها، هي عايشه في مجتمع شكله عامل ازاي طول الوقت. على فكره الواحد عنده الصراعات دي هي فكره الخوف دي زي فكره الختان، ما هي الام بتبقى خايفه على بنتها. لا ما تخلينيش ازعل، لا ما اقصدش ازعل من نفسي قوي كده، لا ما اقصدش، انا بتكلم على الفكره ان يعني ما مثلا حاجه زي الختان، هو مش قصدهم يختنوا بنتهم علشان هم بينتقموا منها، هو فكره الخوف، فقصدي فكرة اللي هي الأفكار. لا بس دي مختلفة، دي مختلفة ندى. لا انت لا مش فكرة خوف، انت عم تعملي كده ان هي هتنحرف، ان هي انت دماغك رايحة فعلا في سكة شمال تماما، ان هي هتنحرف او ان جوزها هيجي يوم ما مش الخوف يتجوز. مش الخوف عليها، ما هي مش الخوف عليها، هي الخوف منها، من الناس، من لا في الحتة دي الخوف، هي الخوف منها، هيخافوا منها ازاي، منها ان هي اللي تنحرف. بالظبط. بس فيعني يعني خليني يعني اعلق على هذه يعني الكلام ده كتوتال. هما يعني الاساتذه اتكلموا على انماط التمييز بشكل عام، يعني التمييز على المستوى المهني زي فكره الحرمان النساء من مناصب وظيفيه معينه كونها امراه، فكره التمييز في الاسره الواحده لمجرد الاخوه، حتى ما بين الاخوه فكره ان هو يعني ولد وانت بنت، فده يعني بيولد ده على المستوى الزمن. فكرة التمييز على مستوى فكرة يعني المجتمع كتوتال، يعني التمييز ليه أشكال كتيرة جدا علشان مجرد أنت ست، ده بيخلي الستات إن هي بيتم حرمانها من حقوقها وحرياتها في ممارسة يعني حقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية. ففكرة التمييز دايما هي عادية، عادية بالنسبة للناس، بالنسبة للثقافة اللي موجودة هي عادية، يعني زي ما البنات قالوا هو ده الطبيعي، ان مثلا لما حد يخش البيت فاعملي لي كذا، فكرة الاعتمادية والاتكالية، حتى لو الست اختارت ان هي تشتغل فهي لا، هي مطلوب منها مثلا ان هي تربي العيال وتدرس لهم وتأكلهم وتشربهم، وهو كمان بجانب شغلها، ويقول لها مثلا ما تأثريش معايا، يعني الفكرة كلها ما تأثريش في بيتك، فده يعني حمزة ان هي تبقى بهلوان تعمل كل حاجه. ففكره التمييز هي متدرجه واشكال مختلفه وعلى كافه الاصعده السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه. فبالتالي لا، احنا لازم يبقى في نوع من التكاتف بشكل حقيقي. انا عايزه اخد من قصه التحرش بالذات واتكلم. فيروز انت عشتي بره فتره؟ مظبوط، عشت بره فتره وانا اتربيت العمر في الصعيد.
لغايه الجامعه. لغايه الجامعه جيت من الصعيد عشان ادخل اعلام القاهره. فانا عشت بدايه حياتي كلها في الصعيد. فشفت اللي هو يعني اكستريم كل اللي احنا بنتكلم فيه ده. لا انا شفت اكستريم في صغري. وتربيت وشفت بابايا كان بيعاملنا ازاي وعيلتي كانوا بيعاملوا البنات كانوا بيتعاملوا ازاي يعني. فهو من تجربتي بقى اني تربيت في الصعيد وجيت ارتبطت هنا في القاهره واتجوزت وخلفت وكملت تعليمي واشتغلت وسافرت بره شويه خلتني انا مش هممني قوي المراه تبقى رئيسه ومش عارفه ايه والحاجات دي. انا هممني انها تبقى سعيده لانه مشاكل الستات في العالم كله وانا لفيت نص العالم تقريبا. ما انا ده اللي عايزه بالذات اتكلم معاكي عليه. فكره ان الست في العالم كله لسه لغايه دلوقتي على فكره عندها مشاكل. طبعا مشاكل. هم بره عندهم منظومه او مظله بتحميهم اكتر او طبعاً يعني مظله قانونيه لكن ومجتمعيه ايضا لكن برضو في بعض المجتمعات حتى يومنا هذا بيكون برضو عندهم شويه مشاكل بيقابلوها ونسب التحرش حتى بره نسب شديده وعاليه مش بس في مصر بتختلف من بلاد لبلاد. بس انا عايزه اقول لك من تجربتي كل مشاكل الستات واحده في العالم. ولما يقعدوا قعده الستات كده وكانت كل حاجه ظريفه تلاقي دي من الهند ودي من الصين ودي مش عارفه منين وقاعدين كلنا كنا بالليل بعد الجامعه فنقعد نتكلم كل مشاكل الستات واحده هما بيتكلموا في نفس الموضوع. ايه بقى الراجل واحده بس مختلفه كل مشاكل الستات واحده بتختلف بس في الكيفيه. لكن كل مشاكل كل هموم بلاش مشاكل كل هموم الستات واحده. هي عايزه امان هي عايزه تلاقي نفسها هي عايزه تبقى سعيده هي عايزه يتم تقديرها. فكل بس تفتكري احنا بعدنا عن فطر انا هسالكوا السؤال ده ليكوا انتوا الثلاثه احنا بعدنا عن فطرتنا من ناحيه ايه فطرتنا النسائيه الانثى. لا يعني معلش يعني انا يعني بختلف عن ده معلش انا بسال سؤال افتراضي لا يعني افتراضي اهملنا في شكلنا يعني لا 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 يعني فطره الانثى ان هي تكون هادية ولطيفة ومحتاجة رجل دايما جنبها طول الوقت. يا خبر يا انا بقولك انا فاهمة بس انا بقولك وجهة النظر الاخرى انا فاهمة بس ده القالب اللي دايما لازم الست تتحط فيه او البنت تتحط فيه عشان لو ما اتحطتش فيه هي كده مش ست لا فدي برضو الصوره النمطيه اللي لازم الستات تتحط فيها هي لو ما بقتش هاديه وصوتها عالي صوتها واطي لا ما اقصدش كده مش عارف انا اقصد اقول فطره الانثى انها تكون بحاجه الى رجل معها في الحياه فطره الانثى ان هي تبقى ال- 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 الكائن اللي محتاج من يشاركه هي مش بدراعها في الدنيا. بصي حضرتك هو فكره التكامل ما بين الرجل والست ده طبيعيه ما بين هما الاثنين مش عشان ست هي محتاجه وهو هما الاثنين ده شيء طبيعي ملوش علاقه بست وراجل. فالفكره نفسها فكره الاولاد وده اللي بتكلم فيه في الجزء الثاني يعني جزء ان هي الراجل والست عادي يعني هم ربنا خلق الراجل والست عشان يتعايشوا مع بعض ده الجزء اللي هو يعني ليه علاقه بالتكامل الجسماني والحياه والتزاوج كده. لكن الجزء اللي هو النفسي والجزء الاجتماعي والثقافي دايما فكره فيه اولبه ان الراجل مثلا هو اللي بيصرف الراجل هو اللي ليه قوه عضليه وهو القوي الست لازم تبقى هاديه ومطيعه ومش عارف ايه فده هي كده سرها في قوتها. فدايما في افكار ده فعلا يعني اصل لما تبقى عايزه منه حاجه فتبقى قوتها في ضعفها قوتها في ضعفها اللي هو ازاي يعني ومش مطلوب يعني فكره مش المطلوب العنف يعني ما هو انا مش منصدر عنف احنا مش المطلوب ان احنا طالعين شويه الناس المجانين اللي هم بجد اللي هو ايه الصوره النمطيه اللي مصدرها طول الوقت مسلسلات وافلام اللي هي خاصه بايه حقوق المراه او كلمه الستات النسويات او النسويات بالظبط ده هي واحده مربيه ضوافرها وطول الوقت هي بتتخانق مع الرجاله. لا هي يعني زي ما الاستاذه قالت هو فكره مثلا ان المراه ممكن تبقى عدوه نفسها يعني ممكن هي تكون الست هي اللي بتعمل ده في نفسها وفي اللي حواليها هي في النهايه المحتكه بشكل مباشر مع الاطفال اكتر يعني ايا كان الصيغه المجتمعيه هي المحتكه بالاطفال فهي اللي بتربي هي اللي ممكن تربي الولد ان في تفريق بينه وبين اخته ان هي تربي الولد يا حبيبي عادي ممكن تروح تضحك على البنات عادي بس هختار لك انا العروسه اللي هي مش عارفه عامله ازاي ممكن كمان يعني الاب بيعمل ده. ففكره يعني اولبه الاشياء علشان ده المجتمع شايف ده غلط انا هي بني ادم بس لو تقصدي المصطلحات اللي طلعت مؤخرا زي سترونج اندبندنت وومن والحاجات دي حاجات كلها يعني انا غالبا بشوف ان كل اللي اطلقوها بيضحكوا على نفسهم
احنا دي حاجات بنرددها بس عشان نواسي نفسنا او عشان نبين ان احنا جامدين قوي واحنا 50 عتريس في بعض، لكن في الاخر وفي الاول احنا على فطرتنا. على فكره مفيش واحده ست تقدر تبعد عن فطرتها، مفيش واحده ست تقدر تقول لك انا سترونج اندبندنت وومن ومش عايزه الراجل في حاجه ولا يلزمني، دي بتبقى بتضحك على نفسها وعلى اللي بتكلمه. لكن في واحده ست عايزه تاخد الضمانات الكافيه انها لما يدخل في حياتها واحد تعيش سعيده ومستقره وما تفشلش زي التجارب الفاشله الكتير اللي حواليها. يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، انا كنت مبسوطه قوي رغم تحفظي على التجربه التونسيه في مجال حقوق المراه، عاملين حاجات هايله جدا، خلت حتى الفنانه يعني الفنانه هند صبري لما جت تتجوز صممت انها تروح تكتب العقد هناك في تونس علشان تحتفظ حقوقها وقت المشاكل تبقى بتتعامل بالقانون التونسي. هم هناك وضوه وقبروا شويه لما قالوا هنساوي بين الرجل والمراه في الميراث، لان الميراث محدد في القران الكريم ومفيش. لا 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 هوضح لحضرتك بس كملي، هوضح لحضرتك النقطه دي. انا شفت ان ده تجاوز لا يمكن قبوله، لكن بشكل عام التجربه التونسيه بتحفظ للمراه انها تعيش مرتاحه وما تشتكيش معظم الشكاوي لنساء العالم او الوطن العربي بشكل عام. يعني زي ما كانت فيروز بتتكلم انهم بيقعدوا مع بعض بيتكلموا نفس المشكله. ايوه فلما المراه التونسيه تيجي تقول لك انا سترونج اندبندنت وومن، دي ممكن تكون بتقول الكلام ده من منطلق منطق، بتقوله بمنطق، انما هنا اللي هنا هتقول انا سترونج اندبندنت وومن بناء على اساس ايه؟ حضرتك بتقولي كده بناء على ايه ان شاء الله؟ يعني تعرفي حياتي متهيألي ايه المشكله؟ يعني انا الموضوع ده شاغلني جدا مؤخرا. الفرق بين الست المصريه وبين اي ست تاني ان اي ست تاني بتتربى من وهي صغيره على انها كائن مستقل ليه شخصيته وليه اختياراته ومن حقه انه يخطئ، بني ادم هو شخص مستقل، فبتكبر كده فبتبقى مفيش حد شبه التاني، هي مش شبه صاحبتها ولا اختها الاصغر ولا زميلتها ولا اي حد، هي عندها حياتها ومشاعرها مفيش قولبة زي ما ندى بتقول. لكن احنا هنا في مصر انا بشوف ان معظم البنات مش لاقيين نفسهم، هي مش عارفه هي عايزه ايه، فلما تقعدي معاها تساليها طب انت ناويه على ايه؟ طب انت عايزه ايه؟ طب انتوا بتتخانقوا ليه؟ طب انت ايه اللي يريحك؟ طب ايه؟ فبيقل التقليد انه هي ما تربيش من وهي صغيره على ان انت كائن مستقل، خدي قراراتك بنفسك، اغلطي وتعاقبي مفيش مشكله، ليكي اختياراتك، مش بالضروره خالص ان تبقى عينيكي خضرا وشعرك اصفر شبه صاحبتك، مش خالص. احنا مش نماذج شبه بعض، مش فريمز، لا انت عندك شخصيتك. فتلاقي ان الست مثلا بره ست عادية جدا في شكلها وفي حياتها، وأول حاجة تجذبك ليها شخصيتها، مش شكلها ولا لابسة إيه ولا عاملة إيه ولا ثقافتها، قدرتها على الاعتناء بنفسها، على إنها تعبر عن ذاتها، تاخد مبادرات، يعني بتبقى حاجات تانية تدخل في الاعتبار خالص غير الشكل. أنا بستغرب الستات في مصر بيصرفوا فلوس كتيرة جدا على الكوزماتكس والحاجات دي، ما بيصرفوش فلوس على القراية مثلا، ما بيصرفوش فلوس على إنهم يعملوا حاجات تعمل لهم يعني تعمل لهم تطور في حياتهم في شخصياتهم خالص. طب انت لما قلتي كنت بتتكلمي دلوقتي بتقولي ان الستات لما بيقعدوا مع بعض كلهم بيتكلموا نفس الكلام وكلهم عندهم نفس المشاكل نفس الهم لان المشاكل دي لها علاقه بالبيت. طب التعامل مع الهموم او المشاكل بقى اكيد بيختلف، هي عمليه اكتر. بالظبط، هي بتنجز هي عمليه اكتر هنا بتروح هنا. ايوه كمان احنا هنا في مصر نشتكي كتير وما ننجز، نشتكي كتير. لا الناس ما بتشتكيش، ما فيش وقت للشكوى، في اوكي عندك مشكله معايا حلها ايه؟ ايه الحل اللي عندك؟ مطلوب مني ايه؟ الاخر يعني مطلوب مني ايه؟ ايه اللي اقدر اقدمه علشان الدنيا تمشي؟ هنا في ندب زياده عن هنا في 80% ندب و20% لا هو نكد. بس على فكره ده جاي من قله الحيله، بس انا هقول لك مثلا هنام او جاي من يعني عندي نموذج. لا يعني بالظبط انا هتكلم عن نفسي، انا عندي نموذج. لما جيت اخد قرار ان انا اسافر من اسيوط للقاهره وانا من عيله يعني كان بالنسبه لهم ان البنت تنام في الدور اللي تحت دي يحصل فيه جريمه، يعني تنام في الدور اللي تحت مش تسافر القاهره وتعيش لوحدها. وافتكر وقتها عمي الله يرحمه امي تماما ان هو اللي هو يعني انا عندي تموتي ما تسافريش خلاص مفيش حاجه اسمها كده، بنتي خرجت عن طوع يعني لو كلام بقى اللي هو احنا نقتلها يعني. فاستخدمت الحيله انه طيب بقيت ادي ورق لصاحبتي تعمل لي يعني جيت اعمل الانترفيو بتاع كليه الاعلام هنا علشان اتقبل من غير ما يعرفوا انه ده انترفيو للجامعه، وكنت بدرس في اسيوط وبدرس في القاهره في نفس الوقت، في جامعه هناك وجامعه هنا. ولما نجحت في اعلام القاهره بتقدير كبير جدا اظن امتياز اول سنه، وسقطت طبعا في اسيوط الحمد لله ان شاء الله، فاضطريت ان انا اقول لهم انه انا بدرس طب اروح امتحن الاول.
طب اصل السمستر ده في مواد عملي. طب معلش يعني صار ستي حق واحده واحده هي كده. لكن دايما الست بتتخانق وتصرخ وتزعق وتشوح ومش عارفه وما تاخدش حقها في الاخر. هو فكره هو ده احنا بنتكلم فيه. هو انا هي مش محتاجه انها تعمل كل ده. يعني الواحد لما يفكر كده انا مش محتاجه اعمل كل ده لمجرد ان انا بس على فرصه تعليم احسن. بالزبط. هي دي المشاكل الحقيقيه المفترض. اللي موجوده على ارض الواقع على فكره. المفترض بالظبط. بس هرجع واقول لك انه انا عيلتي كانت بترفض ده تماما. لما بسافر بروح عند لما بروح بيت والدي عند والدتي بسمع حكايات زي ان بنت مثلا بنت عمي كانت جالها طب بس في مكان تاني فباباها ما عندوش مشكله انها تسافر دلوقتي. انت غيرتي برضه اتطورتي كسرتي التابو. فهو ده اللي انا بقوله لك انه بحس انه الرجاله خدونا كده في ان احنا نروح ونيجي نروح وما نحلش. طب ما نيجي نحل. لا بس بصي انا برضو ضد ان طول الوقت الستات تبقى معلقه شماعه على حد تاني في حياتها. لا هي مش شماعة. لا هي مش انت مش شماعة. محتاجه بصي مش في ست تبقى مبسوطه وسعيده انها ام وزوجها الله يبارك لك. في ست تبقى مبسوطه وسعيده انها قياده مهمه الله يبارك لك. انا اللي يهمني ان الست تلاقي نفسها وتبقى سعيده. بالظبط. وتبقى عمليه زي ما حضرتك مش مهم. الست مش شرط على فكره الكلام اللي احنا بنقوله ده يا جماعه عشان بس ناس ما فهمناش غلط. انت لا شرط تكوني بتشتغلي خلص. ولا انك انت تكوني محققه فعلا منصب عالي جدا ولا كل الكلام ده. المهم فعلا زي ما حضرتك ولا تبقي مفتريه عندك دورك مرتاحه فيه بتاديه بحريه. طيب يعني انا وسعيده انا ارجع تاني لارض الواقع الاليم اللي احنا بنصطدم بيه دايما. لا ده انت بتمثلي لي الواقع الاليم بتاع معلش معلش لازم ارجع له. نخرج بقى من الارقام الورديه. اتفضلي هنا تصدميني. يعني المثال يعني اللي ذكرتيه وحكايتك ده يعني في حكايات كتير لبنات عايزين يستقلوا عايزين يعني طول الوقت الست المصريه يعني ونماذج كتير من الستات المصريات عايزين يستقلوا عايزين طول الوقت في كفاح علشان الحقوق اللي هي طبيعيه جدا. فبالتالي احنا مش بنقول عشان بره في قوانين وفي مجتمع بيحترم بس مش عشان هي عقده الخواجه. وللاسف ده الواقع. في دعم دايما من منظومه قانون بتدي الستات حقها. يعني بره مثلا بتقولي الستات مرتاحه علشان هي في قانون بيدعم ده. يعني لو واحد ضايقها لا في قانون ممكن يرضى الشخص ده. هو في تحرش بره ما حدش بيتحرش بحد. انا مش بتكلم على طبيعه البني ادمين. انا مش بتكلم على طبيعه انا بتكلم فكره ليه الستات دايما بتشتكي. ليه دايما الستات في حاله ضغط وعنف واكتئاب وبتصدر عنف بغصب عنها للي حواليها. هي مش عشان هي حد شرير لا علشان هي طول الوقت مضغوطه من مجتمع من ثقافه من تربيه. هي طول الوقت بتأسس لفكرة القانون اللي هو مش بينصف على كافة المستويات. يعني حتى وهي متجوزة ممكن جوزها يغتصبها ولا يضربها وما فيش قانون بينصفها. عادي جدا ما هو جوزك والناس هو جوزك. فالفكرة طول الوقت هي الست لا بتعاني علشان ما فيش حد بيخدم ان هي يساعدها ان هي تاخد حقوقها فعلا بشكل فعلي. الجزء الثاني معلش عذرا اللي احنا عايزين نتكلم فيه واعتقد يعني ممكن يعني يتفقوا معايا بالجزء بالذات يعني الخاص بالميراث. ان دايما في وانا قلت ده قبل كده حتى لما جيت هنا دايما استخدام الخطاب الديني واللي هو مش حقيقي. الدين عظيم ودايما باكد الاديان عظيمه لكن فكره استخدام الدين ضد الستات او ان هو اصل مثلا يعني على انا مش ثانيه واحده يعني مثلا الميراث في حالات كتيره جدا والست فيه احيانا بتاخد اكتر من الراجل واحيانا بتاخد مساوي. لكن الارض الواقع الست ما بتاخدش اصلا ميراث. يعني لو شفنا بقى انا ماسكه الست ما بتاخدش ميراث مثلا لا يعني لا ربنا عادل ربنا جميل. لكن يعني لما نيجي نقول بقى اصل ربنا قال الذكر مثل حظ الانثيين لا يعني في حاجات تانية الميراث فيه كم يعني كم ده على سبيل المثال. انا اقصد خلينا المثال خليني بصي موضوع الميراث ده احنا كنا الحقيقه عملنا فيه حلقه كبيره هنا واتكلمنا على ان في اوقات كتيره جدا بيتم تعطيل النصوص في بعض الاحيان وحصلت قبل كده. يعني طبعا احنا انا يعني خلينا اركني موضوع قصه الميراث دي على جنب. لا انا بتكلم على امثله زي معايا ناس متخصصين يكلموا فيها ويردوا عليها. انا بقول امثله بيتم استخدامها في المجتمع. يعني زي فكره الختان ده كان من 10 من 15 بيقول لك ان ده في الدين. ده في الدين هنا كانوا فعلا بيستخدموا زي فكره ده. مثلا الرجال قوامون على النساء لا
بما انفق بعضهم على بعض. اللي بينفق هو ليه القوامه، زي مثلا ان فكره ان الراجل لا ليه جواز واحد اثنين وثلاثه واربعه، لا معلش عذرا، يعني بدايه الايه ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، واخر الايه ما فيهاش عدل. فبالتالي في دايما تفسيرات، هي يعني ربنا، يعني ربنا مش هيقول حاجه ولا الرسول هيقول حاجه. يعني انا بكلم لو في ناحيه الاسلام، حتى الاديان الثانيه فيها حاجه ضد الستات، مستحيل. يعني ربنا عادل، ده اسم من الاسماء. احنا عايزين نتكلم عن ملف النفقه، ده مهم برضو الكلام. اه ده مهم، بس قبل ما نتكلم عن ملف النفقه انا عايزه اروح تاني لهناء واكلم معاها عن المجلس القومي للمراه. احنا كنا اتكلمنا على ان هو ليه كان على ارض الواقع حاجات كتير جدا فعاليات. ممكن يعني تدينا فكره كده سريعه، انت رصدتي الشغل بتاع المجلس القومي للمراه على ارض الواقع ازاي؟ انا كنت في فتره عضو لجنه الشباب في المجلس القومي للمراه، وكنت شايفه المجهود اللي بيتعمل لخدمه المراه. كان في هوت لاين على طول الاستقبال، على طول اي ست بتروح بيسمعوها وبيحاولوا يساعدوها، يعني في صدر رحب جدا في ان هم يشوفوا مشكلتك ايه ويقفوا معاكي فروم اي تو زد عشان يحلوها لك وعشان يريحوكي. بيعملوا مبادرات كتيره، واخر حاجه التاء المربوطه اللي هي اتعملت السنه دي يعني مؤخرا 16 يوم حمل 16 ضد العنف، حاجه يعني بيعملوا مجهود فظيع، وبيروحوا اماكن في قرى نائيه وبيروحوا في محافظات وبيروحوا في حتت بعيده جدا عشان يوصلوا ويتواصلوا مع اكبر قدر ممكن من الستات، واللي بتلجا لهم بيقفوا معاها، مش بس اسم كده ولا حاجات، في متابعه، في يعني متابعه الحاله، مش مجرد حل وقتي يعني. لا لا، الدكتوره مايا مرسي، عايزه اقول لحضرتك انا مره كنت سايقه وشفت على الاعلانات اوت دورز فيها حاجات كده مستفزه قوي، اعلانات رخمه كده عن المراه. انت عانس، انت ما اعرفش ايه، فتواصلت معاها قلت لها احنا عايزين، قالت لي انا خدت اجراء اوريدي. يعني انا اتنرفزت، اول ما روحت بعت لها على الواتساب لقيتها بتقول لي انا خدت اجراء اوريدي، وفعلا يومين وما لقيتش الاعلانات دي موجوده اصلا. فهي ما بتفوتش، او المجلس القومي للمراه بشكل عام ما بيفوتش الهوا، بس مين يعرف يوصل لهم؟ مين مش مين يعرف، هم مفتوحين على كل الناس، مين يبقى عندها العزيمه والاراده والثقافه انها توصل له؟ لسه برضو في ناس ما عندهاش فكره ثقافه الاتصال مع المجلس القومي للمراه، وفي ناس ما تسمعش عنه اصلا، ما تعرفوش اصلا ايه المجلس القومي للمراه ده. لكن اقدر اقول بشكل عام ان اللي بتوصل لهم بتتنصف وبيقفوا جنبها وبيساعدوها، ما بيطنشوش حاجه خالص. وبعدين المبادرات كلها دايما متنوعه ودايما بتصب في صالح المراه، ودايما لما في قضيه لمراه بتثار اعلاميا تلاقي اول حد المجلس القومي. معظم الناس دايما بتتكلم عن ان التمكين الاقتصادي للمراه هو السر او مفتاح القرار، المفتاح لكل شيء. فكره التمكين الاقتصادي للمراه، ان الست لو متمكنه اقتصاديا ده هيحل لها مشاكل كتير جدا. انت مع الفكره دي؟ اه طبعا. صح فيروز، شايفاكي ضدها؟ طبعا جدا جدا جدا. بس تبدا ازاي؟ تبدا انها تتعلم الاول. تعليم، تبدا انها تتعلم الاول. اهم حاجه في الدنيا للمراه، لو احنا اعتبرنا انها يعني يعني الفرد اللي بياخد اقل حقوق في المجتمع اللي احنا بنتكلم فيه، يعني هي محتاجه تتعلم. والتعليم طبعا المفترض الاثنين، بس الست بالذات محتاجه تتعلم لانها بتربي ولاد، وهي اللي هي مسؤوله عنهم. هي في الحقيقه الست في مصر هنا هي اللي بتربي الولاد من ايت وزاد. لو فتحنا ملف قوانين الاحوال الشخصيه، الواقع القنبله يلا نرجع للواقع، القنبله الموقوته اللي احنا بنواجهها الحقيقه يعني دايما، قصه النفقه بالذات على ارض الواقع برضه، انا احب دايما اجي لك على الواقع. يا ندى احكي لي، يعني انت كان ليكي تعليق بالذات في كلام التقرير لما شفنا على كلام الناس الست ومتابعتها وانها بتتبهدل وبتعمل. مؤخرا كان دكتوره غاده والي وزيره الضمان الاجتماعي عملوا المبادره بتاعت انك انت تقدري تصرفي النفقه من شركات المحمول بدل ما الطوابير تبقى طويله جدا، كنوع من انواع التسهيل على المواطنين. بس قبل بقى ده، فكره الحصول على النفقه بالظبط، ما زلنا برضو في الكارثه الواقعيه. لما بيحصل انفصال، فكره النفقه في تلاعب في الاوراق الرسميه، ما تقدريش تقفشي حاجه ليها علاقه بمرتب الزوج، بيتلاعب تماما في الذمه الماليه بتاعته. يعني ويتم الحكم مثلا الست لما تكون هي بتربي العيال، وممكن ما يكونش عندها وظيفه لان هي ممكن ما تعرفش توازن، بالرغم ان هي ممكن تشتغل.
وعندها يعني متطلبات في الحياة، وهو مطالب يصرف على العيال مش عليها، يعني هو يعني بعيدا عن فكرة عليها هي ممكن تصرف على نفسها وهي قادرة تعمل ده، لكن لما تيجي عند حتة العيال يجي ما يصرفش ويتهرب ويتلاعب في الذمة المالية ويتجري على المحاكم عشان حقوق عيالها، ويجي بعد سنين بقى ولا بعد فترة يجي يقول أصل عيالي وولادي. فلما تقول لا فيبتدي هي الكائن الشرير، يعني يبتدي هي لا، يعني لا الستات فعلا هنا في الجزئية ديت لا مظلومين فعلا. الستات بتلف على المحاكم كعب داير حرفيا علشان تاخد في الاخر كام، يعني ممكن 300 جنيه مش عارفة كام جنيه، ويفوت خلاص ما نعملش أصلاً محاكم، بس يديلها مش عارفة ملاليم. في المقابل ممكن يكون هو متجوز تاني ويخلف عيال تانية وعايش حياته بالطول والعرض والارتفاع، وهي حتى لو فكرت تكمل حياتها فبتبقى محطوطة تحت وطأة، مش بقى كمان النفقة أو إن هي بتجري يعني ورا حقوق عيالها، لا ده كمان إن هي ممكن عيالها يتاخدوا منها. ففي كل النواحي لا الست مضغوط عليها حتى من بعد الطلاق لمجرد إن هي اتجوزت وما نفعتش إن هي تكمل حياتها مع مواطن علشان هو بيتهرب من أدواره مع عياله. مش سيبنا من معاها هي، يعني الستات لا، أنا بطالب الستات هي يعني تحاول تشتغل وتحاول تكفي نفسها. يعني القصه بقى لما نرجع تاني فكره التمكين الاقتصادي، هنا انت شايفه ان اهم مشكله في قوانين الاحوال الشخصيه هي فقط النفقه، ولا احنا عندنا مشاكل اخرى في القوانين دي؟ عن قانون الاحوال الشخصيه اهم حاجه فيها مش النفقه بس، النفقه وبتاعه والرؤيه والحضانه والحاجات دي كلها بشكل عام هي اللي ليها علاقه بالازواج. يعني المراه يعني اديني سنتين في المحاكم بطلب الطلاق، لان يعني الطلاق غير الخلع، هتطلبي طلاق لازم هتقعدي شويه الاول، الخلع اسرع شويه. انت عايزه حقوقك، انت عايزه حقوقك. هنمشي سنتين، بعد سنتين اتطلقنا، بعد ما اتطلقنا هنمشي شويه كمان، عايزين بقى ايه النفقه والمتعه والحاجات دي وفي الاخر هتمشي خدي لك سنتين كمان، وفي الاخر هيتحكم لك بملاليم، ده لو خدتيهم اصلا البنك هو اللي بيصرف تقريبا ما بعرفش مبالغ عبيطه قوي، وبعد كده في الاخر هو ممكن يكون مش موجود وبيغير عنوانه وخلاص وخلص الكلام على كده. فهي زي ما بقول لك عمليا يعني القوانين تبدو في ظاهرها انها لصالح المراه وبتجيب لها حقها ومطلوب منه يوفر لها مسكن والكلام ده كله، لكن عمليا ولا بتاخد الهوى ولا بتاخد حاجه، وبتشيله بتبقى اب وام في نفس الوقت. وروحي محاكم الاسره هتشوفي حاجات يشيل لها الجنين مهازل. فاحنا محتاج اهم حاجه في قوانين الاحوال الشخصيه العلاقات بين الازواج، سرعه اجراءات التقاضي دي اهم من اي حاجه. يعني ماشي تمام، بس نسرع شويه، مش صعب قوي على واحده تفضل سنتين تصرف على محامي وعلى قضايا علشان بس تاخد حكم يثبت لها حقها. يعني نخليها مثلا زي محكمه الامور المستعجله كده، يعني نتعامل بس مع القوانين دي بشكل اسرع شويه عشان نقدر يمكن نقدر نعمل حاجه. صوره المراه في السينما والفن والاعلام قد ايه هي منصفه ليها وقد ايه هي ظالمه؟ هي مش معبره اصلا. هي مش منصفه وظالمه، هي في الحقيقه مش معبره. لانه مش معبره؟ لا مش معبره. يعني شايفة في خناقة كده على مسلسل اسمه سابع جار، خناقة كبيرة كده في مصر عليه. فكرة مسلسل الناس مستغربة من ايه، ما دي حياتنا. هي مين اللي مين اللي قال لنا انه لازم السينما والتلفزيون يبقوا ناس طول الوقت كده ظراف ولطاف وبيتكلموا؟ دي حياتنا، ما هي دي حياتنا. انا ما بشوفش انه معظم البرامج مش معبرة عن حياتنا. يعني لا. مش انت مختلفه معاها يعني؟ في ايه عبرت في مواقع صح، في مواطن صح، في اعمال فنيه، وفي اعمال فنيه تانية ما عبرتش. يعني انا عندي فيلم شفته اسمه بنتين من مصر، فيلم سيء جدا جدا جدا، وبيطلع الانثى ان هي بني ادمه ما بتتنفسش ومش عايشه طول حياتها بس عشان تلاقي جواز، ومهين جدا لابعد حد للمراه. وانا مش شايفه النموذج ده يعني يستحق. يعني لو في مثلا كده النموذج ده منتشر جدا. لا ازاي، ما بشوفش كده خالص. انا بشوف دلوقتي الواحده عايزه ان هي تثبت نفسها وتستقل. بس انا عايزه الفكره ايه، ان هي الفن عامه والاعلام المفروض ان هو بيكون عاكس مرقعة كذا لكل النماذج بقى اللي موجودة، حتى لو النماذج دي قليلة بس هي نماذج موجودة في المجتمع، فيجب ان هو يعرضها. ايوه بس ما تصدر ليش حاجة تعمل حالة احباط عام واهانة عامة بالمنظر ده، لو خصوصا ان هي لا ترتقي حتى انك تقدر تقول عليها ظاهرة. مفيش الكلام ده. ممكن يكون في كده بس حاجات لا تستحق. هو الفن انت كمان هو اللي ممكن يساهم في وجود الظاهرة وفي تطورها. في افلام حطت صورة المرأة، مراتي مدير عام والاستاذة فاطمة
وكذا وكذا، حاجات افلام طلعت المراه بشكل وموجود، وفي افلام طلعت المراه ما هي الا وعاء جنسي مره، ما هي الا راقصه مره، ركلام في كباريه مره، الحاجات دي موجود. يعني فعلا الفن جاب المراه بكل صورها وعبر عنها بكل صورها، بس مؤخرا انا مش شايفه الفن اتعامل مع المراه كما ينبغي ان يعني كما نطمح اليه ان تكون. بلاش تقول لي ان انت جايب الوضع، يعني انت مش بس دورك انك تجيب الوضع، انت دورك كمان ان انت تجيب لي الطموح، تجيب لي حلمي، تجيب لي نموذج امشي وراه فاوصل. تجيب لي نموذج احطه قدامي كده، اقول بس انا عايزه ابقى زي دي كده، دي واحدة اشتغلت، واحدة حققت ذاتها، واحدة ما تجيبليش واحدة عمالة تجري ورا واحد هنا وهنا وتروح له المطار عشان خاطر عايزاه يتجوزها وكل شوية تتصل بالتليفون هتنزلت عنه. انت بتحبطني ولا بتعمل فيا ايه ولا بتشلني ولا ايه بالظبط؟ لو كل واحدة فيكم قالت في جمل سريعة عشان نختم بيها، ايه اللي هي لسه مستنياه يحصل للست في مصر؟ انا هقول جملة فيروز اللي هي يعني دي عجبتني جدا ودخلت دماغي. ايه؟ تكون سعيدة؟ لا مش تكون سعيدة، عملية، يعني نفق هموم المشاكل كلها بتاعت الست في كل حتة واحدة، بس الفرق ان بره عملية بترمي ورا ظهرها وتشوف ايه اللي ممكن تعمله علشان خاطر تكمل لقدام، ما بتقفش عند النكد والندب وبيحصل لي وبيجرى لي والكلام ده كله. هي دي اهم حاجة اقولها دلوقتي. فيروز اقول لها استغني عن الشماعات، بطلوا تعلقوا حاجات على شماعات. يعني انا بشكل شخصي اللحظه اللي يعني هي كانت لحظه العبقريه في حياتي، هي اللحظه اللي انا قلت لنفسي فيها ماذا لو ان اللي حواليا صح وانا اللي غلط، وقعدت مع نفسي وقررت اشوف هم ليه صح وانا غلط. فلو للحظه اقعدي مع نفسك وبطلي الشماعات اللي بتعلقي عليها اسباب النكد والمشاكل والخناقات دي وشوفيها اسباب حقيقيه ولا مش حقيقيه، اقعدي مع نفسك كده قعدت ست لست كده هتلاقي ان في شماعات كتيره جدا انت بتعلقيها. لما يعني لما ترمي كل الشماعات دي وتواجه نفسك هتبقي اسعد، وده الاهم، ابقي اسعد. تمام. ندى يعني خلينا نتكلم في في في, في كلمه عامه، يعني خليكي واعيه بنفسك ان انت بني ادمه، ان انت ليكي حقوق، وان انت مش فرز تاني في المجتمع. اسعي ورا ده وعلى اي مستوى، ويعني وربي اولادك الولد قبل البنت على ده. جايز لما حتى تعرضتي للعنف وتتجنبي ده في ولادك، فيبقى كل الستات المعرضات للعنف في الوقت الحالي لا، يبقى في جيل جديد انتم مربيينهم اقوى. ف يعني اجمدي اجمدي شويه معلش. ميرسي قوي قوي لوجودكم النهارده معايا، نورتوني في سيداتي انساتي. ان شاء الله يكون لينا مره تانية مقابله نحتفل بيها بانجازات حقيقيه ما احنا اتكلمنا عليها دي تكون فعلا اتحققت على ارض الواقع. ميرسي قوي. شكرا. انا هاخد من كلام ندى الحقيقه، وهوجه برضو كلمه لكل اللي بيتفرجوا علينا وبالذات للامهات اللي عندهم بنات. انا مهتميه جدا بالموضوع ده يا جماعه، كل واحده لازم تفكر 100 مره وهي بتربي بنتها في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ما تقبليش ابدا انك تكوني نص، انت كامله وهتفضلي كاملة لوحدك بحد تاني بأي حاجة. ما تقبليش أبدا تكوني نص، دي الرسالة الأساسية اللي لازم طول الوقت توجهيها وتعلميها لبناتك. دي كانت حلقتنا النهاردة، فاصل وهنكمل إن شاء الله معاكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. حاجات بسيطه صغيره قوي بس بتعمل فرق كبير قوي، ما بناخدش بالنا منها غير لما بنلاحظ الفرق وجماله. كمان بنتكلم في حلقات كتير وفقرات كتير عن الجمال وعن نضاره البشره ومشاكل البشره، بس للاسف من كتر ما كلامنا بيكون على السيدات والفتيات، الرجاله افتكروا ان المشاكل دي بس بتخص او مراكز التجميل بس بتخص الرجاله. ولكن انا عايزه اقول لاي رجل او اي شاب بيتفرج علينا ان مركز التجميل ده جواه اللي بيعالجك بيكون دكتور او دكتور، بيكون تخصص جلديه، يعني هو لكلنا كلنا بمعنى اصح. مشاكل بتقابل الرجالة خصوصا لو كانت وراثية زي الهالات السوداء، ممكن تكون مش وراثية بس ممكن تكون من عوامل مؤثرة زي حب الشباب بتزيد أكتر وبتحصل معانا تحفرات.
كلام كتير قوي هنتكلمه النهارده، عايزين اي رجل واي شاب يركز معانا. بس خلينا الاول نرحب بضيفه حلقتنا المتميزه وخبيره التجميل دكتوره اميره النادي بقسم الجلديه والليزر بعيادات نبض. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. وحشتينا. وانت كمان يا حبيبتي. عامله ايه يا دكتور؟ الحمد لله. قولنا بقى ليه الرجاله بيكون فاكره ان مركز التجميل ده بس للسيدات والفتيات، وممكن يكون كمان خجلان ان هو يروح مركز التجميل؟ لا طبعا الموضوع ما بقاش مقتصر على كده. بمجرد زمان كان عندنا، زمان قوي قبل ما يبقى فيه توعيه للمشاهدين، كان الناس لما نقول عياده تجميل يقول لك عياده النفخ. الكلام ده بقى قديم قوي. خلاص احنا دلوقتي عياده تجميل بنقدر نساعد الناس انهم يكونوا بيوصلوا لكان على ربنا مكان خالقهم. أوكي. او لو في ديفوهات معينه بنقدر نكون نظبطها بطريقه ناتشرال. فالقصور ده بيبقى عند رجاله او ستات ايا كان، فكل حد بيجي بيبقى عنده مشكلته بنقدر نسمعه وبنساعده فيها في كل فروع نبض. طيب حلو قوي. فروع نبض مقدمه خصم بيصل اول الحلقه كده 100%. انا بحب كده ادخل في الجد على طول. قول لنا يعني عايزين نعرف اكتر عن الخصم ده، خصوصا ان احنا دايما بنكسل نروح في اي مكان غير لما يبقى عندنا مناسبه. احنا داخلين على راس سنه جديد، كريسماس، الناس بقى بتروح تهتم بشكلها شويه، فعايزين نخلي كل اللي بيشاهدنا كده يستمتع بالعرض ده. طبعا بمناسبه اعياد راس السنه وكريسماس، خصم يصل الى 50% على كل مشاهدين. نقول يصل ولا 50 تفرق؟ بصي 50% على كل الاجهزه. اوكي. ولكن يصل الى 50% على البوتوكس او الفيلر او الخيوط. طيب نتكلم بقى وندخل في الجد. الرجاله بيبقى عندها حب شباب عادي زي البنات برضو، بس هل بيفرق طريقه العلاج؟ يعني الرجل لما بيحصل عنده حب شباب للاسف ما بيبقاش زي البنت بيجري بسرعه يهتم ببشرته، لا بيسيب الموضوع للاخر لغايه ما يحصل تحفرات في وشه لغايه ما يحصل مشاكل. العلاج بيكون ايه؟ طب احنا ليه نسيب وشنا اصلا يوصل لمرحله الندبات او الحفر؟ عشان هو راجل، خلينا متفقين. لا طبعا مش معنى كلمه ان هو راجل ان يسيب بشرته، لان البشره او الوجه اساسا مظهر وسامه او للرجل او جمال للست. فكل راجل طبعا اشجع، ان بيجيني شباب كتير دلوقتي سن ال 22 وفيما فوق معاكي لغايه 50 سنه بيظهر حبوب شباب. ليه؟ بسبب تغير البيئه، العوامل المختلفه حوالينا في الجو. اوكي. فكمان يبقى في منها عامل وراثي. اي حد يدخل في مرحله حب الشباب ايا مكان سنه او جنسه مفروض بيتوجه لحد يساعده، طبعا حد متخصص. لو ابتدينا نعالج الحبوب بتتعالج بحاجات بسيطه خالص في البدايه، هناخد كريمات وشويه حاجات تتعالج، لكن لو دخلنا في مرحله الحفر لا، يبقى محتاجين. طب ايه رايك نشرح اكتر على الصوره اللي معانا على الشاشه؟ انا قصدت ان انا اجيب صوره راجل. ده لو ركزنا الصوره على الشمال بتبين قد ايه هو اهمل جدا حب الشباب. أوكي. لدرجه ان هو المسام بقت واسعه قوي وحفرت، بقت فيه ندبات عميقه جدا. احنا هنا احتاجنا من 6 ل 8 جلسات فراكشنال ليزر. ايه فكره الفراكشنال ليزر؟ بيصاحب الاسطح على بعضها. اوكي. بقى عندي حفر، الفراكشنال ليزر ببساطه انا بصنفر الوش، بخليه يبقى ناعم، بتخلص من الزوايد اللي فيه، وبالتالي بنقدر نرجع البشره لجمالها اللي كانت عليه. طب احنا بنسمع عن التقشير الكيميائي والفراكشنال ليزر، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ طبعا هو التقشير الكيميائي مقصود به تجديد خلايا البشره واصلاح اللي ميت منها، يعني البشره من بره بقى لونها بني او غامق، بقى عليها تصبغات، بقى عليها كلف ونمش، كل ده بنقشره عن طريق التقشير الكيميائي. وبيبقى طبعا تقشير باعماق مختلفه، لان في حد بيجي يقول لي يا دكتور انا رحت مكان معين ووشي اتحرق. طبعا ما هو لو انا مش عارفه انا هقشر عن طريق تقشير خفيف ولا متوسط ولا عميق، التقشير انواع. زي الصوره اللي معانا دي يا دكتور؟ انت شايفه هنا احنا عندنا حب شباب محفر. سايب شكل صعب قوي، يعني دي بنت المفروض وشها وشعرها ده جمالها. فتخيلي المنظر قبل وبعد. احنا هنا اضطرينا نكون بنستخدم التقشير الكيميائي. أوكي. عشان يهبط الحبوب شويه تنزل تقرب من مستوى السطح. وبعد كده ابتدينا نتكمل علاج عن طريق الفراكشنال ليزر. حلو قوي. طيب الناس بقى اللي عايزه تعرف انا هاخد كام سيشن، كام جلسه، طب هخف؟ انت عارفه ان احنا بنفضل نهمل في نفسينا وقت كبير، بس لما بنستقر او نكون ناوي ان انا اعدل من وشي عايز النتيجه تكون بسرعه. تمام. بياخد قد ايه؟ خلينا نتكلم في الحالات اللي هي بيقولوا احنا فاقدين الامل تماما. أوكي. اللي هي الحالات الصعبه. الحالات دي بالرينج الجلسات بتتراوح ما بين 4 ل 6 جلسات. تمام.
لو هي عميقة جدا وعنيفة جدا والحفر والمسام واسعة جدا بتاخد من 6-8 جلسات. ولكن لو حد عنده شوية حب شباب بسيط، احنا قلنا حب شباب درجات أوكي. 4 درجات. لو هو بسيط ما بيحتاجش تقريبا جلسة ولا حاجة، والموضوع بيبقى بيتحل خالص. طيب حلو قوي. ندخل بقى على النقطة المهمة جدا واللي كلنا هنعاني منها بس في فترة مثلا يعني متقدمة شوية من العمر، وهي تهدل الجفن فوق العين. تمام. وكمان تحت العين. طبعا انا عايزاكي تكلمينا عن كل حاجة تخص حوالين العين. تمام. حوالين العين انا عايزة اقولك هو الترهل اللي بيحصل بيبقى يا إما ترهل ناتج عن التقدم في السن والشيخوخة أو ناس أصلا عندها مخلوقة كده، إن الجفن العلوي مثلا بيبقى واقع فبيبقى صعب جدا في الرؤية، بتبقى عينيها ضيقة قوي مش قادرة تحط ميك اب. بالنسبة للستات لا، هنا ده على الشاشة بيبين جلسات بعد جلسات التقشير الكيميائي. انت شايفة هنا بعد ما اتعافينا من الحبوب الشباب مع جلسات العلاج، فاحتجت اعمل جلسه تقشير كيميائي لان أوكي. عندي تصبغات وبقع بنيه. يعني بعد ما عالجت البشره خلاص بقى عايز اعمل كوفرنج وبقع بنيه فبعالجها عن طريق التقشير. حلو قوي. كنا بنتكلم في ايه سؤال كنا بنتكلم في حوالين العين. في حوالين العين احنا طبعا زي ما اتفقنا ان هو بيبقى ناتج عن يا اما تقدم في السن او احنا مخلوقين كده. اوكي. طبعا ناس دلوقتي بتخاف جدا من التدخل الجراحي، فحلينا الموضوع دوت عن طريق جهاز الجيت بلازما، الجهاز السحري. الجهاز اللي انت مسمياه جهاز انا خلاص السحري. يعني لان انا شفت بعيني فعلا. لا يعني انا كنت في عياده من عندكم، عيادات نبض، وبالاخص في المهندسين، خليني اقول كل حاجه بصراحه ولا كل شهيد انا شفت ده بعيني، وبجد انا ذات نفسي ما كنتش مصدقه. يعني اوكي انا عارفه ان بيبقى فيه اوكي بيجيب نتيجه بس مش للدرجه دي وفي نفس الوقت. لا هو فعلا زي ما انت بتقولي في نفس الوقت. حاجة بتفرح قوي الناس اللي بتيجي تشتغل جيت بلازما ان عندها مشكلة، وتخيلي مشكلتك بتتحل في نفس الوقت. هو ده اللي انا شفته. بالظبط. الجهاز ده الجيت بلازما على الشاشة بيبين شعاع الليزر بنمشي الاول على الجلد بطريقة سبايرل طالع ونازل على الجلد. ليه؟ عشان بعمل انكماش للجلد، ببعت رسالة للجسم ان الانسجة والجلد هنا مش متظبط زي ما ربنا خلقنا عليه. أوكي. فبنرجع نخلي كل حاجة ترجع لوضعها الطبيعي. بيبدأ الانكماش بيحصل قدام عينك وانت بتحسي بالفرق، الجلد بينكمش في الحال زي ما اتفقنا. بيبدأ الليزر دوت بيسيب قشرة لونها بني خفيفة، القشرة دي بتبدأ تقع مننا خلال اسبوعين ماكسيمم. اوكي. عشان الناس اللي بتقول لي طب يا دكتور دي حاجه جوه العين، اصل انا مش عارف كان عندي ميه بيضه وكلام. لا هي الطبقه الخارجيه دي الطبقه الخارجيه من الجلد، انا مشكلتي مع الجلد فانا بشد الجلد برجع تاني لوضعه الطبيعي بخليه ينكمش عشان يبدا النزول او التساقط اللي حصل ده بيبدا يرجع تاني لوضعه الطبيعي. احنا كمان مش بنستخدم الجيت بلازما بس للترهل الجفون والكلام ده. اوكي. الزوايد الجلديه، التكيسات الدهنيه اللي بتبقى سايبه علامات، محفره علامات بول ابيض واصفر في العين. احنا لو هنتكلم عن الجهاز ده كمان انت قلتي لي حاجه مهمه جدا، الناس اللي بيبقى عندها فتحه مثلا في الجلد بدل الخياطه، ندبات ما بعد العمليات. الجراح لو حد اتعود جاله جرح عميق في وشه او كده ومحتاج حل سريع جدا لان هو مش قادر يكون بيروح ويجي جلسات فراكشن ليزر، الجيت بلازما بيحل محل التدخل. حلو قوي. الصورة دي بجد هي بتتكلم عن نفسها، يعني تحسي ان هي صغرت مثلا 10 سنين. دي طبعا حاجة تانية فيما يخص حوالين العين. التجاعيد على الشمال واضحة جدا، هو عنده كرمشة. اوكي. بعد اسبوع من حقن البوتوكس احنا الكرمشه اختفت تماما. دي حل تجاعيد ما حول العين. احنا زي ما اتفقنا ودي الحاله دي عملت جيت بلازما فوق الجفن عشان نرفع الجفن شويه. ده بالظبط كان بعد اسبوعين من صوره، بعد اسبوعين من تدخل اللي عملناه في العياده. اوكي. تمام. حلو قوي. بيعمل ايه تاني جهاز الجيت بلازما؟ ستريتش ماركس. احنا ان السيدات ما بعد الحمل والرضاعه مشكله عندهم وللاسف في ناس بتقول ان لا ده ملوش علاج، ملاش علاج وبتستسلم وخلاص بقى. ده صح فعلا يا دكتور؟ يعني بتتحل نهائي؟ حل نهائي. الجيت بلازما مع جلسات الكاربوكسي حقن ثاني اكسيد الكربون تحت الجلد. اوكي. بيرجع الخليه لوضعها الطبيعي. ليه؟ لان بيبعت مسج للجسم ان المنطقه دي ما فيهاش دم محمل بالاكسجين،
فبتبدا الدوره بتتحسن خلال 3 أسابيع، تلاقي اللون اختلف، الفتحات اللي بتبقى واسعه جدا في الاستريتش ماركس تتلم على بعضها، الاسطح تتلم جدا. طب خلينا نسال سؤال مهم جدا، الفتحات دي بتبقى في تفتحات لونها بيج، في تفتحات لونها اوف وايت شويه او احمر، هل باختلاف الالوان برضو بيعمل نتيجه نفس النتيجه؟ مفيش اي مشكله خالص. عادي جدا. انا عايزه اقول لك الاستريتش ماركس بتبقى 3 درجات طبعا، منها المايلد والمودريت والسيفير، والثلاثه بيبقى ليهم حلول، بس بتفرق في عدد الجلسات بس. طيب نلجا بقى تاني ونروح لسؤال مهم جدا، وبرضو عايزين الرجاله برضو تركز معانا فيه، وهي ازاله الشعر. بس طبعا عشان بس ما حدش يفهمنا غلط، بيبقى في رجاله عندها التهابات قويه جدا في دقنها بسبب الحلاقه، او بيبقى تحت الدقن يعني، او في ناس عايزه ترسب الدقن بحيث ان هي تبقى الدقن جاهزه، ما فيش شعر بيطلع بعيد عن الخط اللي هو فوق عايزه، فوق تحديد الدقن بالظبط. في ناس بيبقى عندها تصبغات حصلت ما بعد مكان طلوع الشعره نفسها، او بيطلع حب شباب، فتعالي نركز شويه مع في وحمات ومع كمان الرجل. في وحمات كمان بتطلع على هيئه شعيرات شعر بالظبط، بس دي علاجها بيكون عن طريق جهاز الكيو سويتشد انتياج ليزر. اوكي، احنا بنحل الوحمات الدمويه او الوحمات اللي بتبقى مولودين بيها، اللي لونها بيبقى اسود او بني او جراي او ايا مكان. لا ثواني، معقوله يعني دي كمان بتتحل؟ اه طبعا، دي بناخد جلسه يعني كل شهر، مشكله الناس كتير قوي. طب احنا معانا صوره بالظبط، انت شايفه دي وحمه ده بعد 6 شهور من العلاج، بتيجي كل شهر. انت بتتكلمي بجد يا دكتور؟ اه. طب ليه احنا ليه ما عندناش الوعي والثقافه للنقطه زي دي؟ يعني في ناس كتير قاعده بوحمات وبتبقى متضايقه وما عندهاش فكره ان في مراكز طبعا. معقول؟ ما هو عشان كده بقى احنا عايزين ندي توعيه للمشاهدين ان مشكلتنا، محتاجين بس يبقى عندنا توعيه، نتوجه للدكتور اللي يفهم ازاي يقدر يساعدني. صح. واقدر احكي مشكلتي واحكي اللي مضايقني، ولو في فعلا نسبه كذا انا بقولها. خصوصا يعني ان مراكز النبض هي في غنى عن التعريف والثقه، ويعني خليني اقول انا مش بشكر بجد فيكم، يعني ده عن كلام الناس وانا شفت بعيني الكلام ده. هل بقى بنرجع تاني للشعر الزياده اللي انا بشيله، هل بقى بيرجع تاني؟ تمام. احنا الشعر اللي احنا بنشيله دي في دوره، في بيريود معينه للهير فوليكل بتبقى كل شهر بتحتاج نعمل جلسه. اوكي. لمده 8 جلسات تقريبا عشان نتخلص من الشعر الموجود في الجسم. اوكي. اي مكان بقى، فين مكانه؟ في ناس اتفاجئت جدا، واحده في العياده جايه لي امبارح تقول لي يا دكتور بيقولوا الليزر بيعمل سرطان. قلت لها ازاي؟ ازاي يا فندم بيعمل؟ جبتي المعلومه دي منين؟ جبتي المعلومه دي منين؟ يعني الكلام ده كان زمان ايام التسعينات بقى، خايفين جهاز الليزر يا دوب واحد في مصر والكلام ده. لا دلوقتي انا الليزر، ازاله الشعر بالليزر بتحل لي مشاكل الجلد المحبب اللي شبه لون جلد البطه، بتحل لي مشاكل الشعر بيبقى زايد جدا، ولما بيلجأوا لاي طرق تخلص منه بيبدا يسيب علامات وتصبغات والتهاب فظيع. فليه؟ عايزين نجرب، يعني عايزين نغامر ونسمع، يعني مش نخلينا بالحاجات اللي تورثناها. كون العلم فعلا اتطور بينا وحل لنا مشاكل كتير، احنا ليه ما نستغناش بقى عن المشكله دي ونرتاح منها تماما؟ بالظبط. عايزين نسال في حاجه مهمه جدا برضو، وهي التصبغات. يعني من بعد ما بشيل الليزر فعلا بيبقى في مكان غمقان بتعمل مشكله؟ مثلا في ناس بتوصلها لحروق، دي انا شفتها بس في مركز. طبعا مش عندنا. ما انا قلت لك عليها عندنا قبل كده على فكره، فاكرا، وكنت مستغربه جدا بقول لها يا بنتي انت روحتي عند مين؟ يعني ايه اللي حصل معاكي عشان كده؟ الكلام ده بيحصل ايه؟ هل الجهاز الماتيريال بتاعته مش حلوه، او البلد طبعاً بتاعته منشا غلط، ولا الدكتور باستخدامها لقرب الجلد؟ لا استخدامه غلط. ليه؟ لان الليزر درجه لون جسمك غير درجه لون جسمي غير درجه لون جسم اي حد تاني. سمك سماكه الشعره التخينه غير الرفيعه. لون الشعره اسود كاتم ولا بني ولا شقره، كل ده محتاج حد يبقى بتفرق. فاهم. مش اي شعاع ليزر وسخونه بتتوجه على الجلد وخلاص، لا طبعا. يعني خبره دكتور، وطبعا طبعاً حضرتك ليزر يعني ده دراسه. دكتور متميزه جدا، وانا مبسوطه جدا بالفقره معاكي، وعايزه اشكرك كمان ان انت بتدينا كل فقره معلومه جديده. عايزين كمان نقول لك الف مبروك عن افتتاح فرع بزايد لعيادات نبض. دايما يا رب نبض في تقدم، وتكون في كل مكان كده عشان تخلي ناس كتير قوي تشيل هموم كتير قوي على
قلبها كده بسبب المشاكل اللي بتحصل في بشرتها وجسمها. حبيبي عايزين نبدا السنه الجديده برضو بسمة تبقى على وش كل وبالخصم خصم كام في المية في عيادتنا والمركز الجديد برضو العيادة الجديدة في كل الفروع الخصم بتاعنا على الكريسماس. حلو قوي. بنشكرك دكتورة أميرة نادي بقسم الجلدية والليزر بعيادات نبض، نورتينا. نورك. خليكم معانا أعزائي المشاهدين، هنخرج لتقرير من داخل عيادات نبض ونرجع لكم تاني. اسمي محمد محسن، عندي 21 سنة، بعاني من مشكلة السمنة، بقابل مشاكل كبيرة في حياتي، ما بعرفش أطلع سلم، لو طلعت مش بقدر أخد نفسي، ما بعرفش ألبس كوتش، نفسي أخس، نفسي ألبس كاوتش من غير ما أتعب، نفسي أطلع سلم من غير ما أنهج، نفسي أعمل حاجات كتيرة أوي من غير ما حد يبص لي بصة مش ما تعجبنيش. نفسي اعمل حاجات كتيرة، نفسي العب كورة، نفسي ان انا اروح بحر انزل براحتي، ما اروحش وانا مكسوف ومش عارف انزل من جسمي. فشفت مركز نبض على التلفزيون، شفت حالات كتيرة اصعب مني بكتير، قلت مفيش حاجة مستحيلة. النهارده عدى 55 يوم على العمليه والحمد لله خسيت 35 كيلو وبفضل كله ربنا ثم مركزنا، وان شاء الله افضل مكمل مع المركز لحد ما اوصل للوزن المثالي. رجعت لكم بعد 6 شهور من العملية والحمد لله وزني بقى 86 كيلو، خسيت 56 كيلو في 6 شهور والفضل كله مركز نبض، وهفضل مكمل لحد ما اوصل للوزن المثالي. رجعنا لكم من جديد اعزائي المشاهدين، وبرحب بيكم مره ثانيه. النهارده بقى معاكم في فقرتنا دي في الزيت، عايزه اتكلم عن الناس اللي بتخاف تعمل حقن البوتوكس والفيلر، او الناس اللي مهتميه بالحقن ده بس عايزه تعزز الحقن والكولاجين اللي هي عملته وما تفقدهوش بسرعه، يعني لو هياخد معاها وقت مثلا سنه لا يكون معاها اكتر سنتين وثلاثه. في مواد طبيعية كتير بنسمع عنها واعلانات وكريم السحري وقصص دي، بس النهاردة احنا هنتكلم في مواد طبيعية، هنتكلم في منتجات مرخصة من وزارة الصحة. يعني متهيألي انت هتستخدم المنتجات دي او هتستخدمي المنتجات دي وانت في غنى عن الاسئلة كتير او رغي كتير ملوش اي لازمة، لان انت مطمنة انت هتحطي ايه على بشرتك.
في منتجات كتير بتخص الجمال، في منتجات كتير بتخص الشعر، بس خلينا نعرف كل منتج اسمه ايه وايه المكونات اللي فيه وقد ايه هو ممكن يساعدنا في نضاره بشرتنا وشعرنا. بس من خبيره التجميل دكتوره اميره مصطفى خبيره التجميل، اهلا وسهلا بيك يا دكتور. بيك. منورانا. نورك، ربنا يخليكي. عايزين بقى بصي في اسرع وقت ممكن تقولي لنا، يعني انا ذات نفسي متشوقه اعرف الكريمات دي ايه، بتعمل ايه، ممكن استخدمها في ايه، خصوصا احنا كبنات اكتر بنحب نصحى من النوم نكون حلوين، مش يعني لازم اكون مضطره احط ميك اب مثلا. مظبوط. فكلمينا عن اول منتج اللي هو بيهتم بالبشره. تمام. اول حاجه موجوده معانا هو كريم بديل البوتوكس. يعني ايه بديل البوتوكس؟ الفكره كلها مرتبطه بالبوتوكس السن. انا سني ابتدى يكبر فانا بقى عندي تجاعيد فانا هبتدي احقن بوتوكس. لا، هي الفكره دلوقتي بقت ان التجاعيد بقت تظهر في اوقات كتيره قوي غير ان انا عجزت او كبرت في السن. بالعكس، ده بدايه من سن 18 سنه ببتدي الاحظ ان في عندي تجاعيد ابتدت تبقى بسيطه، عشان بنحط ميك اب، بننزل في اشعه الشمس، الصيف عندنا بقى قوي قوي، حاجات كتيره قوي، في ناس بتستخدم تعبيرات وشها كتير، ده بيساعد على ان التجاعيد دي تظهر بسرعه. الكريم ده اول حاجه فيه، وهي ميزه كويسه قوي ان احنا نقدر نستخدمه من اول 18 سنه. يعني ما اتوقعش ان انا وانا عندي 18 سنه اخش اقول لماما انا هحقن بوتوكس. صح، هي فكره حلوه، مش هينفع خالص. بس هي الفكره كلها ان انا اول حاجه بعمل دعم ان التجاعيد دي ما تظهرش بسهوله، واقدر احافظ على بشرتي من غير تجاعيد. تاني حاجه، لو ابتدت تظهر حاجات خفيفه او تجاعيد تعبيريه، هو بيساعد جدا في الموضوع ده. هو كل الفكره في الكريم ده هو معتمد على ماده اسمها هيكسابيباتايد. كل الفكره بتاعتها ان هي بتعمل تمويه للعضلة، بحيث ان هي ما تبتديش تعمل التجاعيد، ولا بتشيل عضلة ولا بتعمل مشاكل ولا اي حاجة. دي اول حاجة. كلها مواد طبيعية، خلينا نأكد على كلها مواد طبيعية. موجود معنا التراخيص بتاعتها، والتراخيص مكتوب فيها ان هي مواد طبيعية ومعتمدة على حاجات طبيعية ملهاش اي ضرر خالص. هو ده الكريم اللي خالص بالبشرة، هو انبوبة زي ما احنا شايفين كده، هو انبوبة بنقدر نستخدمه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. اوكي. مفيش منه اي ضرر خالص، عادي جدا ان احنا نفضل نستخدمه. إيه رأيك حتى عمرنا. قبل ما نتكلم في التفاصيل نشوف التراخيص، تشرح لنا يا دكتور يعني ايه يكون ماده او كريم بياخد ترخيص من وزاره الصحه؟ يعني في كل المتطلبات او كل المواد اللي هي لازم تكون صح. تمام. طبعا احنا عارفين ان في دلوقتي، انا بخش اي صيدليه دلوقتي مثلا بلاقي 100 منتج قدامي بيعالج مشكله واحده. طب انا ايه اللي يخليني اشتري ده وما اشتريش ده، اجيب ده وما اجيبش ده؟ اول حاجه، معنى ان هو مرخص من وزاره الصحه، ده معناه ان هو دخل واتعمل عليه تحاليل واتعمل عليه لجنه وابتدت تشوفه تقول ان هو فعلا منتج طبيعي يصلح للاستهلاك الادمي، مفيش منه ضرر، مفيش اي سايد افكتس هتظهر عليا بعد كده. ده بيوفر عليا السؤال اللي بيتسأل دايما في الكول سنتر او في التليفون عندنا، وانا ايه اللي يضمن لي اني لما استخدمه هيبقى كويس طبعا، او مش هيعمل لي مشاكل. كلنا كده، خلينا نقول كلنا شكاكين شويه. اكيد طبعا. وبالذات الناس اللي بتحب تهتم بنفسها، انا مش هجيب حاجه تضرني او مش هجيب طبعًا حاجه تعمل لي مشكله زياده عن مشكلتي كده. يبقى احنا معانا خلاص ترخيص من وزاره الصحه، المواد كلها ناتشرال طبيعيه. يبقى هنتكلم بقى في الجد. بلس بقى ان في نقطه تانية صغيره لازم اقولها. المنتج ده منتج فرنسي. طبعا احنا عارفين ان الفرنسويين اكتر ناس بتهتم صح بالتفاصيل دي جدا، وبياخدوا بالهم من الحاجات دي صح. ويعتبر فرنسا من اكتر البلاد اللي في العالم اللي بتهتم قوي بالتفاصيل بتاعت حاجات التجميل بالذات، وهو من اكبر المنتجات واكبر الشركات في فرنسا هي شركه بيوتي ماد والمنتج ده. طيب بيعمل ايه بقى في الوش؟ خلينا نقول احنا عامه، خلينا صراحه ان فعلا التجاعيد ابتدت تظهر في الشباب. تمام. بنبص في التليفون كتير مده كبيره من غير ما نحرك وشنا، بنبقى مركزين شويه كتير قوي في المذاكره، مشاكل كتير قوي، عوامل الجو او التفاصيل اللي هي المؤثره الخارجيه، ده كله بيخلينا نكبر شويه في السن او التجاعيد تظهر. تمام. استخدمه ازاي؟ تمام. هو استخدامه بسيط قوي. اول حاجه، هو بيعالج التجاعيد التعبيريه. في ناس بتقول يعني ايه تجاعيد؟ التجاعيد ديت هي ال 111 اللي بتظهر ما بين الحواجب. أوكي. واللي بتبقى حوالين العين والخطوط اللي بتبقى في الجبهه. هي ديت اللي احنا بنشتغل عليها. بنستخدمه ازاي؟ زيه زي اي كريم. باجي عند الاماكن اللي فيها مشكله وبحط منها نقط صغيره قوي، وهو بيمتص الجلد بسهوله قوي، ما بيعملش دهون زياده في الجلد، ملمسه على الجلد اصلا لطيف. يعني اي حد هيستخدمه مش هيبقى متضايق او بيحطه وهو مجبر او مكروه او
انا بتضايق منه بس مضطر لا خالص، وبنبتدي نحركه حركات دائريه مره الصبح ومره بالليل مش اكتر من كده. بنفضل نستخدمه قد ايه؟ بنفضل نستخدمه ككورس لمده 6 شهور. اوكي. بس طبعا النتيجه لو هنتكلم عن النتيجه طبعا انا كحد بيشتري يعني مش هقعد استنى 6 شهور عشان اشوف النتيجه. يعني من اول 3 اسابيع بنبتدي نشوف نتيجه ملحوظه وكويسه جدا جدا وناس كتير بتحبها. طيب هي نتيجة ملحوظة لأي نسبة من التجاعيد؟ يعني لو التجاعيد زايدة تمام زيها زي التجاعيد بيكون لسه في بداية؟ التجاعيد زايدة احنا بنتكلم على فئة أصلا بتاخد بالها من الموضوع ده وابتدت تحقن بوتوكس. أوكي. ان كيس او في حاله ان انا اوريدي بحقن بوتوكس، الكريم ده بيعززه بشكل كويس جدا جدا. زي ما حضرتك قلتي في البدايه انا لو متعوده احقن بوتوكس وابتديت استخدم الكريم ده معاه هلاقي ان البوتوكس بدل ما بيقعد معايا مثلا 6 شهور 8 شهور اكتر بكتير، بيقعد سنه وسنه ونص، وبتلاقي اوريدي هو بيعمل ريجوفينيشن او نضاره وبيعزز النضاره بتاعه البشره، فهو مش بس للتجاعيد هو بيخلي شكل البشره كويس قوي. طب برضو يا دكتور يعني انا كاستخدمه سيدات رجالة شباب تمام. يعني بداية من أول 18 سنة رجال نساء شباب تين ايجر مفيش منه أي ضرر خالص، لأن زي ما قلت في البداية هو منتج طبيعي 100%. طيب ننتقل لنقطة تانية مهمة، التصبغات. بيكون في تصبغات في الرقبة، بيكون في تصبغات في أماكن معينة حساسة، بيكون في تصبغات مكان حد بيحط ميك اب كتير ومش بيعرف يهتم ببشرته وأهملها وبعدين لقي شوية تصبغات في وشه. تمام. إيه اللي بيعالج التصبغات؟ طيب إحنا المفروض النهاردة بنتكلم عن حاجة اسمها أربيوتين. الأربيوتين ده عبارة عن كورس تفتيح، إحنا نحاول نشرح للناس بطريقة أبسط شوية. أوكي. نبعد عن مصطلحات علمية. هو عبارة عن ماسك وكريم وسيرم. اللي بنعمله ان هما كورس على بعضه بنستخدمه عشان تصبغات. يعني ايه تصبغات؟ او الناس اللي مش فاهمه يعني ايه كلمه تصبغات، ان جلدي لونه مش واحد. هو اول حاجه بيعملها بعيد عن ان هو بيبتدي يعالج التصبغات، هو بيعمل توحيد للون البشره. أوكي. ودي مشكله بتقابل ناس كتير قوي، فكره ان انا مثلا محجبه ووشي بقى فيه لونين. فكره مثلا ان انا بحط ميك اب ورقبتي بتبقى لون ورقبتي بتبقى لون ووشي بيبقى لون. طب ومع لو تحت العين كمان؟ لا، تحت العين ده ايريا تانية خالص. أوكي. لان احنا بنتكلم في منطقه جلد خفيفه قوي او طبقه رقيقه قوي، دي بيبقى لها حاجات او منتجات لوحدها خالص. بس انا بتكلم ان انا بعمل توحيد للون البشره. ومعنى ان انا بستخدمه في اماكن تانية زي السنسيتيف ايريا، ده معناه ان انا بتكلم على منتج طبيعي مفيش منه مشاكل. اي حاجه تتحط على الفيس او السنسيتيف ايريا ينفع تتحط في اي مكان تاني، which means ان انا بتكلم على منتج طبيعي 100% ملهوش اي سايد افكتس. يعني بيخلي لي البشره كلها لون واحد. خلينا بقى ايه يعني النوم دي مهمه جدا. يعني انا لما اصحى من النوم او ان انا مثلا سواء كانت بنوته مثلا عندها دراسه داخله رايحه الكليه ما بتبقاش فاضيه بقى تحط ميك اب، وبس بيبقى في عندها مشاكل وعامله لها حاله نفسيه ان هي عندها وشها لونين او في اماكن معينه غامقه، فهي كده يبقى حلت المشكله خالص. هو انا اوريدي ابتديت اقابل فئه دلوقتي الحمد لله ابتدت تقتنع ان احنا ما ينفعش ننزل الصبح في فول ميك اب. فول ميك اب ليه وقته، لازم ندي لبشرتنا وقتها عشان تتنفس تشم هواء تبتدي يتعمل لها تجديد للخلايا اللي فيها. انا اقدر اعمل لها ده امتى؟ لما ما احطش ميك اب ابتدي اعمل لها سبورت او دعم عن طريق الحاجات اللي ناقصاها. المنتج ده كويس قوي قوي في الموضوع ده. ليه؟ لان هو مش بس بيعمل توحيد للون البشره، لا هو بيدي نضاره، بيشيل التصبغات زي ما قلنا، بيفتح. وبعدين هو قصة كلها أو الفكرة برضو نشرحها للناس بطريقة مبسطة، هو المسؤول عن التفتيح، هي مادة اسمها ميلانين في جسمنا. أوكي. هو بيعمل سبورتنج وبينشطها من جوه الجسم. يعني أنا الأماكن دي بتفتح عشان هو جسمي بيفتحها، مش عشان أنا بحط عليها كريم سواء بقى قبله أو ما قبلهوش هو هيتفتح. لا خالص، لا هو بيشتغل على المادة دي اللي في الجسم فبيخليها تتفاعل أكتر. مظبوط. طيب هو ليه سايد إفكتس؟ أو ممكن حد يجيله مثلا حساسية منه، لا ما مشيش عليا، ما ينفعش، لأن هو أصلا منتج طبيعي مستخلص من نوع من أنواع التوت البري، يعني ما فيش منه أي مواد طبيعية خالص. جدا. أنا ممكن بقى أحطه وأنزل عادي يعني لو تعرضت للشمس؟ تمام، مفيش منه مشكلة خالص. هو هنقول برضو طريقة استخدامه هي بسيطة قوي. هو الماسك بنستخدمه مرتين في الأسبوع زيه زي أي ماسك، بنفرد منه طبقة على المكان المعين اللي عايزين نعمله سواء الكوع أو الركبة السنسيتيف إيريا والفيس. أوكي. وفي ناس عندها كمان مشكلة وش الإيد، دي برضو بيحل الموضوع دوت. خصوصا ان احنا في فترة الشتاء بقى هتلاقي يعني هنلاقي حاجات كتير قوي. لا احنا بنحط لمدة ربع ساعة وبعد كده بنشطفه عادي خالص، بعد كده بنحط السيرم ودقيقتين بالظبط ونحط الكريم.
وما بنشطفش ولا الكريم ولا السيرم. اللي بيتشطف بس هو الماسك. الكريم والسيرم بيتحطوا مره الصبح ومره بالليل. الماسك زي ما قلت مرتين في الاسبوع. اول شهر بنستخدم السيرم، بعد كده بنوقفه ونستخدم الكريم والماسك بس. طيب ايه رايك نروح بسرعه عشان لازم نذكر المنتج ده الان اتش بي. انا اسمع ان هو عامل ضجه كبيره جدا جدا مع الشعر، خصوصا ان كلنا دي عقده عندنا بقى، شعري لازم يبقى حلو، لازم يبقى ما فيش تساقط، وانه ممكن يعمل ايه معانا. تمام، هو كورس الان اتش بي، هو الان اتش بي عامه اختصار لناتشرال هير كير بروجرام. انا النهارده بتكلم على حاجات كلها طبيعيه، مفيش فيها اي مواد كيميائيه خالص. زي ما احنا شايفين كده، هو ده المنتج معانا، هو عباره عن شامبو وامبولات وسيرم. اوكي، هي الفكره كلها ان انا سبب من اسباب تساقط الشعر دايما بيبقى ان فروه الراس نفسها ما بتبقاش نظيفه، فيها دهون زياده، عندي مشكله فيها. فبدايه لازم تبقى فروه راس نظيفه، وده بتبقى وظيفه الشامبو اللي موجود معانا، ان هو بينظف فروه الراس قوي وبيعمل بالانس للدهون اللي موجوده فيه او توازن، بحيث ان هي تبقى طالعه لا زياده قوي ولا قليله قوي، يعني لا تخلي لي شعري جاف ولا تخلي لي شعري دهني. وبعد كده بنبتدي كورس العلاج بقى، هو مدته 3 شهور. ده بيبقى عن طريق الامبولات وعن طريق السبراي. يوم امبولات ويوم سبراي بنعملهم بنظام معين او بتكنيك معين. وبعد كده بنلاقي النتيجه بتظهر من بعد اول 3 اسابيع، بيبتدي التساقط يقل. المنتج ده معتمد على حاجه اسمها خلايا جذعيه. اوكي، خلايا جذعيه ديت هي اصلا اوريدي موجوده جوه البصيل عندي، وهي ديت اللي بتنشط الموضوع. يعني ممكن الموضوع يخليني استغنى عن حقن الخلايا الجذعيه او البلازما؟ طبعا لو احنا في مرحله معينه، يعني طبعا مش هقول مرحله متاخره قوي، نقدر نعمل ده سبورتنج للخلايا الجذعيه والبلازما. انما لو في البدايه والدنيا كويسه معايا، او هو التساقط خفيف، لحقت الموضوع في الاول، لا خالص انا مش بحتاج ان انا احقن خالص. ودي كانت عامله مشكله لناس كتير قوي. طيب، لان اكيد المنتجات دي مهمه جدا وطبيعيه وفي اسئله عليها كتير، فلازم يكون في سلسله حلقات عشان نتكلم عنها بالتفصيل. بس أكيد كلمه كده بسيطه، هو عامل ضجه كبيره جدا الكورس ده بتاع الشعر، ايه اكتر حاجه جات لك اللي هو يعني عملت معاها انجاز كبير قوي؟ تمام، اكتر حاجه جات لي قصه ان انا بشوف البيبي هير في فتره قصيره قوي. يعني تخيلي ان اقل علاج للشعر كلنا متفقين هو 6 شهور، ان لما الاقي بيبي هير بدايه من اول شهر ونص، لا ده انجاز كويس قوي. انا بشكرك اميره مصطفى خبيره التجميل، ودايما تكوني في نجاح وتوفيق يا رب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين بنشكركم، وهنا يبقى انتهت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله.